مساء الخير والجمال والهنا والسعادة والنصر على كل حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. يا مساء الخيرات على كل حضراتكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة وفي العشر الأواخر من رمضان. كالعادة تم البدر بدري والأيام بتجري كما هي عادة الشهر الكريم. وصلنا مع حضراتكم للأيام الأخيرة من شهر رمضان. كل سنة وكل حضراتكم طيبين يا رب، يعني يتقبل صيام الجميع وقيام الجميع ودعاء الجميع في العشر الأواخر. كل سنة وكل مشاهدي قناة الأهلي في أحسن صحة وحال، هم وأهل بيتهم وحبايبهم دايما يا رب. يا مساء الخيرات وكل سنة وانتم طيبة. والله زمان مساء الورد ومساء الهنا عليكم ومساء النصر عن استحقاق. طبعا النهارده بنيجي بنقولها بعد مباراة قوية جدا، ومباراة يعني كنا إلى حد كبير كجماهير النادي الأهلي واثقين إن شاء الله كنا وقتها إن هنفوز، وقد كان، وحاجة كانت مشرفة جدا. مبروك علينا يعني نهائي كأس مصر والأهلي بيتوج بالمرة 38 في تاريخه، حاجة محترمة وحاجة مشرفة جدا. ومش هقول عودة الثقة وعودة الروح، كل ده كان موجود حتى وإن كان يا كريم في كبوة ما أو في مشكلة ما أو في أزمة ما بتعدي كل فترة يعني، بس أنت بتقدر كنادي أهلي ترجع وتقف على رجليك مرة تانية. المشهد اللي حضراتكم شايفينه ده حاجة فعلا مشرفة وحاجة متوقعة. وعايز أقول لك بقى على، مش هقول سر لأن للأسف دي حاجة معروفة عند ناس كتيرة أو منتشرة شوية. أنا كنت قاعدة مع بعض أصدقائي يعني بنتفرج على الماتش ده بعد ما انتهى، مش كلهم كانوا أهلاوية، فناس منهم يعني عارف الحاجة تطلع منك تلقائي كده، كريم هو أنتوا كل البطولات هتاخدوها؟ والله العظيم زي ما بقول لحضراتكم أنا اتخضيت، يعني مفيش حد بيعمل كده. يعني عارف انت لما يبقى جواك حاجه لحد خبيها ما تظهرهاش قوي كده، بس لا واضح ان مش هقول الاهلي عامل مشكله، بس الهاله اللي الاهلي فيها والتاريخ اللي الاهلي فيه وعدد البطولات اللي الاهلي بيفوز بيه، اعتقد البعض ممكن يكون ده بالنسبه له ازمه. قال لك انا ليه مش واصل للمكانه دي، انا اتمنى ان الفريق اللي انا بشجعه النادي اللي انا بنتمي ليه يوصل لمكانه النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما هو اللي بيتم مقارنته بالاخرين، لان انت لما بتيجي تقارن يا كريم دايما بتقارن بالاحسن بالافضل أكيد. مش بتقارن بالاقل، فدايما النادي الاهلي بيكون معرض لمثل هذه الامور. لكن احنا كجماهير للاهلي احنا بنبقى فخورين، وحتى لما بنسمع الكلام ده ما بيفرقش معانا، بالعكس بنكون فخورين جدا. وزي ما بيتقال الرد على الارض، عمرك ما بتدخل في سجال او جدال مع حد، لما حد يجي يقول لك اي حاجه بتقول له تمام خلينا نشوف الماتش الجاي. باذن الله كمان عندنا مباراه قويه جدا مع الزمالك وماتش السوبر الشهر القادم او اقل من شهر كمان شهر 5، فهنتكلم في كل التفاصيل دي أكيد. وطبعا كالعادة الجزء الثاني من الأهلي في رمضان بيكون دايما حافل بالضيوف العزاز قوي على قلوبنا. النهاردة إن شاء الله في الأهلي في رمضان والجزء الثاني تحديدا من سهرتنا الحلوة مع كل حضراتكم، النهاردة هينورنا نجوم الأهلي السابقين كابتن صديق الجمال وكابتن أحمد عبد الفتاح، وعندنا أكيد كلام كتير هنتكلم معهم فيه، سواء عن الماتشات الأخيرة، سواء عن رؤيتهم لما هو قادم، سواء عن طقوسهم الرمضانية. أكيد بطبيعة الحال لازم نتكلم كمان عن الجانب الإنساني والشخصي الخاص بكل واحد فيهم. بس احنا حبينا انا ونهاوند ان احنا في البدايه لازم نستهل حلقتنا النهارده ونقول مليون مبروك الفوز بكاس مصر لموسم 2021 2022. طبعا بنوجه كل التحيه والشكر والتقدير والاحترام والعرفان والامتنان لجماهير النادي الاهلي اللي كالعاده تستحق الكثير والكثير، وطول عمرها ما هياش حاجه جديده، طول عمر جماهير النادي الاهلي يعني بيتقال عليهم هم اللاعب رقم واحد، هم الداعم الاساسي والرئيسي للفريق في كل المواقف وفي كل البطولات وفي كل الماتشات كعادة جماهير النادي الأهلي. طبعا أكيد حضراتكم خدتوا بالكم كويس قوي من تشجيع كان عامل إزاي في المدرجات، التشجيع من قبل جماهير وعشاق النادي الأهلي، الناس اللي بيتنفسوا النادي الأهلي كانوا بيرجوا الاستاد بالمعنى الحرفي للكلمة من غير ما يكون في كلامي أي شبهة مبالغة بأي حال من الأحوال. كمان اللعيبة الحقيقة قدموا مباراة قوية جدا وكبيرة قدام بيراميدز في اللقاء اللي انتهى بنتيجة 2-1، وطبعا استحقوا التتويج باللقب عن جدارة. شفنا كمان في الماتش روح الفانيلا الحمراء كانت حاضرة إلى أي درجة، وشفنا كمان إن كل اللعيبة كانوا فعلا بيلعبوا بقلب رجل واحد، ودي كمان بدورها تعتبر ميزة أساسية في تاريخ النادي الأهلي. أكيد بنتمنى للجيل الحالي انه يفضل طول الوقت متصدر وطول عمره وطول الوقت بيصدر البهجه والسعاده لجماهير النادي الاهلي اللي تستحق المزيد من الانتصارات والبطولات. مشاهد كانت جميلة، ورغم أي حاجة حصلت أي تجاوزات من قلة، لكن ما زالت هي مشاهد جميلة جدا كنا بنفتقدها، المشاهد بتاعة الأعداد الكبيرة لمشجعي الفرق المختلفة. مش هتكلم بس هنا عن النادي الأهلي، لكن طبعا المشهد الرائع من جماهير النادي الأهلي كانت حاجة يا كريم رجعتك لأيام زمان الحلوة طبعا. فدي الروح اللي احنا بنتمناها. وطبعا تحديدا لو هنرجع كده بالذاكرة شوية للكبوة اللي كنا فيها كلنا أو العالم كله كان فيها 2020 و2021
اواخر 2019 كان الواحد يعني مفتقد الجماهير وعلى كل بقى هنا الاصعده الرياضيه مش طبعًا. بس في كره القدم طبعًا. حتى كان الموضوع غريب يعني مش طبيعي يبقى في مباريات بتقام في رياضات مختلفه ما يبقاش في جماهير. الرياضه الحلو فيها او اللي بيحليها هي حضور الجماهيري يعني مشاهد بنسعد بعودتها مره ثانيه ومشاهد بنسعد وبطولات بنسعد بعودتها مره ثانيه للنادي الاهلي. وبما ان احنا هنتكلم بقى بلغه الارقام شويه خلينا نروح نقول ان يوم فوز الاهلي بكاس مصر كمان اللي هو بنتكلم اول امبارح يوم 10 ابريل تحديدا ليه ذكرى مهمه جدا واحنا بنتكلم عن 2023. ليه بقى؟ لان في نفس اليوم ده يا كريم بس من 100 سنه تحديدا 10 ابريل 1923 واخد بالك ازاي؟ 2023 1923 تحديدا الاهلي كان توج باول لقب في تاريخه ومرت كمان 100 سنه فتلاقي دلوقتي في نفس اليوم الاهلي محقق لقب كاس مصر للمره 38 يعني بطولاتك لا تنتهي من 100 سنه بقى من 200 سنه من 300 سنه انت لسه ما زلت بتحصل على بطولات مش بس كده انت كمان دي البطوله رقم 145 في تاريخك. فلما بنقول النادي بتاع القرن او نادي القرن نادي البطولات ده مش كلام من فراغ دي مش القاب بنطلقها على نفسنا. ما انا دلوقتي ممكن اطلع اقول لك انا ملكه الاعلام في الوطن العربي خدت بالك حد هيحاسبني ما هو كلام كتير لكن لما اجي اتكلم عن اساس الموضوع مختلف تماما. دي ارقام ودي تواريخ في لوحه شرف الكره المصريه. فهنرجع نقول مبروك لكل الاهلاويه دايما كمان اللاعبين يا رب كده يسعدوا ويسعدوا كمان الجماهير ويسعدونا جميعا بفوز ورا فوز ورا فوز وبطوله ورا بطوله وتاريخ لا يتوقف وسلسله لا تتوقف حي من البطولات. حاجه كانت حلوه في كم اللي هو زي ما اتقال كده ورمضان بينتهي للاسف الشديد كنا لسه مع حضراتكم ما فيش انا فاكره اول حلقه في يعني أسبوعين الاهلي في رمضان أسبوعين. الوقت بيجري بسرعه جدا والشهر الكريم اللي احنا كلنا بننتظره من السنه للسنه للاسف الشديد بيجري بسرعه شديده جدا. بس انا بتمنى ان كل امنيه يعني اتمنيناها ودعينا ربنا سواء في الفجر قبل الفطار في اي وقت يعني ان هي تتحقق باذن الله يا كريم لان اكيد كلنا كل واحد فينا نفسه في حاجه كل واحد فينا متامل ان ربنا يحقق له حاجه معينه ناقصه حاجه معينه فارقه معانا. اتمنى يا رب ان رمضان لما يخلص الامنيه دي تتحقق لينا كلنا باذن الله. دي الفرصه الذهبيه الفرصه العظيمه اللي لازم الواحد فينا يستغلها ويستغل كل ثانيه منها. فكره ان احنا في العشر الاواخر يعني مش محتاجين نتكلم عن بركه الدعاء وفضل الدعاء في العشر الاواخر من رمضان ربنا يتقبل دعاء كل يا رب ان شاء الله. بمناسبه الكلام عن الماتش وطبعا ما ينفعش نتكلم عن الماتش من غير ما يكون كمان مؤمن زكريا حاضر في كلامنا. وبالمناسبه مؤمن زكريا عيد ميلاده النهارده 12 ابريل بنقول له كلنا كل سنه وانت طيب وبخير وبسعاده وربنا يمن عليك بالشفاء ان شاء الله في اسرع وقت. طبعا عجبتنا كلنا لقطات حلوه كتير عجبني انا شخصيا في الماتش ده احتفال كهربا بمؤمن زكريا بعد التتويج باللقب وهو طبعا لابس التيشيرت اللي عليها صوره مؤمن زكريا وكان مكتوب عليها في ظهرك وهانت يا اخويا. جمله بليغه جدا وعفويه جدا وطالعه من القلب جدا ووصلت لكل القلوب بسرعه جدا. كهربا كمان كان ليه جمله مهمه جدا قالها بعد التتويج بهذا اللقب لما قال كان نفسي اجيب هدف حسم المباراه عشان اهديه لمؤمن زكريا. طبعا مش محتاجين نتكلم كتير عن مؤمن زكريا كونه واحد من اكتر اللاعبين المحترمين والمحبوبين في الوسط الرياضي من كل زملائه وكل الجماهير. وبالمناسبه انا كلامي ده مش بس ينطبق على الاهلاويه اهلاويه وغير اهلاويه لان كل فتره كده يجود علينا الزمن بلاعب استثنائي اخلاقا وكاريزمه ولعبا وبالتالي محبة في قلوب الجميع. وهذا الكلام ينطبق بحذافير وعلى مؤمن زكريا. كل سنة وانت طيب يا مؤمن وان شاء الله هانت وربنا يعافيك ويتم شفاك على خير بإذن الرحمن. مشاهد جميلة اللي احنا بنشوفها بصراحة وفكرة ان انت بتعتز بكل لاعب في النادي الاهلي سواء كان سابق حالي هيجي في المستقبل في الناشئين حاجة جميلة وزي ما اتكلمت انا وانت في النقطة دي قبل كده لما اتكلمنا يا كريم ان لا ينتهي الاتصال او التواصل ما بين اللاعب وكيان النادي الاهلي حتى بانتهاء يعني اللعب في النادي او في الصفوف الفريق الاول. لا العطاء بيبقى مستمر العطاء بيبقى سواء بقى في الادارة سواء في التحليلات المختلفة يعني بأي شكل إن كان أنت بتلاقي إن لسه أو التدريب أو التحكيم أو غيره بتلاقي التواصل موجود. فده أمر أعتقد في غاية يعني الاحترام خلينا نقولها كده إن أنت بتنتمي لكيان محترم هو بيحترمك وأنت بتحترمه حتى بعد انتهاء التعامل ما بينكو أو التعاقد ما بينكو. كمان الأهلي والكاف ولاعيبة كتير جدا النهاردة احتفلوا على صفحتهم بما إن إحنا بنتكلم عن عيد ميلاد مؤمن زكريا هذا اللاعب الاستثنائي وكان الأهلي كتب على صفحته الرسمية نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا مؤمن زكريا
ونتمنى ليه عيد ميلاد سعيد. وكمان الصفحه الرسميه لدوري ابطال افريقيا والكونفدراليه التابعه للاتحاد الافريقي لكره القدم يعني نشرت هدف برضو مؤمن زكريا في مرمى الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب، هنا بنتكلم المباراه النهائيه من دوري ابطال افريقيا ده اللي كان يعني 2017، وكتبوا كده هدف لا ينسى. نتمنى عيد ميلاد سعيد لمؤمن زكريا نجم النادي الاهلي. بنقول على مؤمن زكريا لما بنتكلم عنه كونه لاعب استثنائي، ما اظنش ان دي فيها اي مبالغه باي حال من الاحوال. والنقطه اللي كنا بنتكلم فيها برضو من شويه مع حضراتكم كون ان مؤمن زكريا واحد من اللعيبه القلائل اللي فعلا ما فيش مساحه كبيره للاختلاف عليه ولا حتى على محبته، ففعلا كل التهاني من قلب الجميع، كل جماهير وعشاق النادي الاهلي وغير النادي الاهلي بيتمنوا اكيد لمؤمن زكريا يا رب يعني الشفاء التام والعاجل باذن الله، والشفاء لكل المرضى. كريم كمان نستغل ان احنا في رمضان وندعي لبعض، يعني عارف الواحد لما يجي يدعي لنفسه يدعي لغيره. على فكره هي صحيح. مش ربنا مش هيقول لك استغفر الله العظيم يعني الدعاوي بمقدار، ربنا كريم، ادعي لنفسك وادعي لغيرك وادعي لاي حد حتى ما تعرفوش. ماشي انا والله العظيم اوقات يعني فاهم، لو حتى لو مش عارف تطلع صدقه ادعي لحد، ممكن تبقى دي الصدقه بتاعتك، خلي حد يدعي لك، ده بالنسبه لك على فكره حاجه كبيره جدا. ودي بتيجي بالاعمال وبتيجي بالتعامل الكويس ما بين الناس، فدي نقطه مهمه جدا نتمنى ان ربنا في الاول وفي الاخر اكيد يعني يتقبل. خلينا نروح فاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم. مساء الهنا على حضراتكم مره كمان، وخلينا دلوقتي نروح لفقره الاخبار مع زميلتنا العزيزه جدا في الاستوديو موجوده هنا ابو القاسم، وحتى قدم لنا قراءه في ابرز الاخبار النهارده. هنا مساء الهنا عليكي، ازيك؟ ازيك يا نهاوند، برحب بيكي وبرحب طبعا بيكي يا كريم، وسعيده جدا بقى ان انا معاكم النهارده لاول مره. دي حقيقه انت دايما عبر الشاشات في يعني سكايب او لايف، لكن النهارده انت معانا منورانا، واكيد انت معاكي اخبار كتيره جدا مختلفه، اتفضلي. اكيد طبعا، بس قبل ما ابدا كلامي حابه طبعا اهنئ جمهور الاهلي كله بعد طبعا تتويجنا بلقب كاس مصر، يمكن دي اول مره اطلع بعد التتويج، فطبعا حابه ابارك لهم وكمان ابارك لكم، وكمان بقى خليني ابارك لك يا نهاوند طبعا بعد الفوز في مباراه امبارح. كان في شغل محترم بيحصل. صح، وجيتي تاني كمان. تخيلت ان انت تتفرجي لي على فيديو. ايوه انا ابهرت نفسي. عايز اقول لك يعني انا شفت الفيديو ده قبل ما ندخل على الهواء بدقائق معدود، وبعدين ايه كان في حوار داير ما بين نهاوند وشرزبه من الزملاء، انا فاكر ان الكلام على حد تاني. يعني فاهم ازاي؟ انا تعرف اللي كنت لسه بحكي لك ان رمضان الواحد مش مستوعب، لا قبل الفطار مستوعب. أيوة ولا بعد. بتلعب ماتشات كوره يا حضرات، وبتجيب اجوال يا حضرات، وبتحسم لقاءات يا حضرات، شغل عادي بيحصل. هو اللي حسم كمان. ايوه الفريق بتاع طبعا كانت دوره جميله جدا رمضانيه، يعني الشركة المتحده كانت عاملاها وشاركنا فيها زملاء كتيره جدا. حلوة وكانت وكره يعني كره القدم النسائيه في مصر، انت عارفه هنا برضو الفترات او السنوات الاخيره، وهنتكلم تحديدا عن النادي الاهلي، فكره هنا كمان الاكاديميات، وان شاء الله يبقى عندنا ناشئين ويبقى عندنا فريق اول، في طفره مختلفه، في نظره كمان مختلفه من المجتمع لفكره المراه اللي تقدر تلعب كوره وممكن ان هي تعمل حاجه. طبعا احنا كنا مش محترفات خالص على قدنا يعني، ليه بس في جول جه وكل الناس بس والله الجول اللي انا جبته كان حلو، ده على يدي كان في اشادات واسعه الحمد لله يعني. خلونا بقى نبدا اخبارنا النهارده ونروح للخبر الاول متعلق بالنادي الاهلي، والاهلي يحتل المركز التاسع في التصنيف العالمي للانديه للشهر الثاني على التوالي. اصدر الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء ترتيب الانديه على مستوى العالم لشهر ابريل، والتي شهدت مركزا متقدما للنادي الاهلي بعد النتائج الجيده التي قدمها خلال الفتره الاخيره، ونجح الاهلي في التاهل للدور الربع النهائي من دوري ابطال افريقيا بجانب حصده للقب كأس مصر بعد التغلب على بيراميدز وتصدره جدول منافسات الدوري الممتاز. وفقا بقى للتصنيف شهر ابريل، تواجد الاهلي في المركز التاسع على مستوى العالم، يتفوق على عده انديه كبيره وعلى راسهم برشلونه الاسباني وبايرن ميونخ الالماني ونابولي وانتر الايطالي وكمان مانشستر يونايتد الانجليزي، وبيحافظ على المركز التاسع للشهر الثاني على التوالي. اما على بقى المستوى الافريقي فبيحتل الاهلي المركز الاول متفوقا على الوداد الرياضي المغربي صاحب المركز الثاني. يعني الحقيقه النادي الاهلي دايما بيشرفنا، التاسع عالميا الاول افريقيا، وده حاجه الحقيقه بتدعو للفخر لينا كلنا طبعا كاهلاويه. اكيد اكيد اكيد،
وصحفيا بقى كان ايه يعني ايه اللي اتقال في الفتره الاخيره؟ مظبوط يا كريم. خلينا بقى نروح للخبر الثاني والمتعلق بصحيفه بلاك السويسريه، والاهلي تحت قياده كولر بيعمل مثل الساعه. لسه اصداء فوز الاهلي بكاس مصر مستمره معانا. النهارده صحيفه بلاك السويسريه اتكلمت عن فوز مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي بلقب كاس مصر للمره 38 في تاريخ النادي. وكمان قالت الصحيفه ان كولر صاحب ال 62 عام نجح في تحقيق لقبه الثاني مع النادي الاهلي بعد توليه منصب المدير الفني خلال الفتره الماضيه. قدر طبعا يفوز على فريق بيراميدز بعد اللجوء للوقت الاضافي. واضافت صحيفه انه منذ مجيء كولر والاهلي بيعمل مثل الساعه، حيث توج بلقب كاس مصر وتاهل لدور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا مواجهه الرجاء المغربي، فضلا عن تربعه على قمه ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطه من 19 مباراه. يعني طبعا بنتمنى للاهلي كل التوفيق في البطولات القادمه. هم الحقيقه حاطين يعني هدف الموسم ده ان هم يحصدوا جميع البطولات، فطبعا كل التوفيق. احنا ماشيين في الطريق كده اعتقد مظبوط، وخطواتنا ثابته، وعندك تطوير كمان او عند حضراتكم لو طبعا متابعين الرياضات المختلفه، انا مش هتكلم بس عن كره القدم، في تطور وفي تطوير كويس جدا في الاداء عندنا. انا اعتقد ان الموضوع كده مبشر، او احنا ماشيين بخطوات سليمه، فبالتوفيق ان شاء الله زي ما انت بتقولي يا هنا. مظبوط يا هواندا. خلينا نروح بقى للخبر القادم معانا، ولسه مستمرين مع اخبار النادي الاهلي، والجمهور بيترقب اعلان ملعب مباراه كاس السوبر المصري بين الاهلي والزمالك. بخلاف مباريات الاهلي في الدوري عندنا طبعا ماتشين مهمين الايام الجايه، وتحديدا بعد رمضان هيكون المباراه الاولى مباراه السوبر المصري امام الزمالك هتكون يوم 5 مايو، وكمان مباراه الرجاء في دوري ابطال افريقيا وهتكون يوم 22 ابريل. طبعا بنتمنى ان يكون في حضور جماهيري كبير، وكمان الجمهور يقدم بقى ملحمه رائعه ولوحه فنيه عظيمه لمشجعي الاهلي زي طبعا ما كنا شفنا في مباراه الهلال السوداني. اما بالنسبه لمباراه السوبر المصري واللي هتقام يوم 5 مايو القادم في الامارات، ان طبعا منتظرين الاعلان عن ملعب المباراه واللي هيتم الكشف عنه خلال الفتره القادمه. التقارير الصحفيه الاماراتيه بتقول ان الملعبين المرشحين لاستضافه المباراه هيكونوا يا اما ملعب محمد بن زايد او استاد النهيان. الماتش طبعا هيتلعب في ابو ظبي بناء على مذكره التعاون الموقعه بين مجلس ابو ظبي الرياضي والاتحاد المصري لكره القدم، واللي بتشمل استضافه السوبر مرتين على التوالي. يعني طبعا مباريات الزمالك والاهلي بيكون ليها طابع خاص، طبعا دي مباراه مهمه جدا، مباراه بطوله، وكمان بقى الفوز على الزمالك في مباراه مهمه زي دي بيكون ليه طعم خاص طبعا. ان شاء الله يعني يفوز ونكون بنحتفل. ملايين من البشر قاعدين مستنيين الماتش ده، لان زي ما انت بتقولي تاكيدا لكلامك، دايما اي لقاء بيجمع بين قطبي كره القدم المصريه صحيح. الاهلي والزمالك ايا كانت البطوله، ايا كان الدور حتى اللي بيلعبوا فيه قصاد بعض في البطوله، ايا كانت هي هي، دايما الماتش ده بيبقى له خصوصيه شديده، واكيد بنتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي ده. انا عايزه اقول لك ان لسه الموضوع مش كونفيرمد، يعني مش اكيد، بس احتمال كبير باذن الله ان انا هكون موجوده في المباراه. الله. فاكيد هنقل لكم كل حاجه، بس يعني التواجد هناك هيبقى ليه روح ثانيه، وانا نفسي احضر المباراه دي لان هي زي ما انت بتقولي مباراه مختلفه، ومباراه يعني بطوله، والاهلي والزمالك، ومن دلوقتي الناس كلها عايزه تروح طبعا بعد ما يتم الاعلان عن تحديدا ايه الاستاد. لكن انا بتوقع باذن الله ان هي هتبقى مباراه قويه جدا، تنافسيه شديده جدا، بس اكيد برضو بنتوقع الفوز باذن الله يكون للاهلي ان شاء الله. وايا كانت النتيجه هترسي على ايه في الاخر فيما يتعلق بالاستاد اللي هتتلعب عليه المباراه، الحقيقه كل الاستادات اللي موجوده في دوله الامارات الشقيقه كلها احسن من بعض الحقيقه، وكالعاده كلنا بنتابع اي مباراه بتقام على اي استاد اماراتي بنتفرج على حسن تنظيم وحسن استضافه في كل التفاصيل. ها عندك ايه تاني؟ نروح بقى من الفريق الاول لكره القدم لناشئين كره القدم، واهلي 2006 بيتعادل مع الاسماعيلي في بطوله الجمهوريه. فريق الناشئين لكره القدم بالنادي الاهلي مواليد 2006 تعادل مع ضيفه الاسماعيلي بثلاث اهداف، طبعا ده كان على ملعب الاهلي بمدينه نصر ضمن منافسات الجوله ال 11 من المرحله النهائيه لبطوله الجمهوريه. وافتتح التسجيل آدم سمير طبعا للأهلي في الدقيقة 35، وخلال الشوط الثاني سجل الإسماعيلي هدفين، ثم تعادل الأهلي عن طريق هشام مصطفى في الدقيقة 70، ثم سجل الهدف الثالث عن طريق عمر معوض في الدقيقة 88. وبهذا بقى التعادل رفع أهلي 2006 رصيده ل 56 نقطة، طبعا جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 5 مباريات والخسارة في
في 4 مباريات. طبعا بقى فريق 2006 كمان كان توج بلقب بطولة زد الدولية للناشئين تحت 17 سنة، يعني ده طبعا كان من كام يوم، كان قدر يفوز على فاينرد الهولندي بهدفين لهدف في المباراة النهائية للبطولة. قدر طبعا الفريق يحقق 4 انتصارات في 4 مباريات بالبطولة، وكان في أداء رائع. يعني الحقيقة إنه مش الفريق الأول بس اللي بيشرفنا، كمان الناشئين، ويمكن أنت يعني هواند كمان كنت حاضرة هذه المباراة. أنا كنت فعلا متواجدة هناك في هذه البطولة وحضرتها من بدايتها لغاية نهايتها، وعايز أقول لحضراتكم على مدار ال5 أيام لبطولة زاد الدولية، وكان في أندية 4 أندية أوروبية كريم كانت موجودة بتلاعب النادي الأهلي وبتلاعب نادي زاد من الأندية المصرية، كان أستون فيلا وباناثينايكوس اليوناني وفيتوريا، وكمان زي ما بنتكلم في الآخر فاينرد. 4 أندية أوروبية كل فريق منهم مدرسة مختلفة، فكرة إن أنت تشوف فرق مصرية سواء زاد أو الأهلي بيلعب، بس الأهلي بقى أبهرنا. والأهلي عايز أقول لك إن برضو الناس كانت اللي هو حتى ناشئين الأهلي بيفوز، والله العظيم أنا سمعتها أكتر من مرة من كذا، حط لهم طب أنتوا زعلانين ليه؟ عايزين تبقوا زينا، يلا تعالوا، يعني الساحة مفتوحة للجميع. عايز أقول لك إن الكلام ده مش تردد من مصريين أو تابعين لأندية بس مصرية، ده في أجانب كانوا بيتكلموا باللهجة دي، وأنتوا عندكم الأهلي بس هو اللي بيكسب، فيعني أنا بتكلم بجد. الحاجات دي بتتنظر يا هنا، خلي بالك الحاجات دي يعني حاجة مشرفة فعلا. بس سيبك أنت، ملاحظ إن ليكي نشاطات رمضانية في الأهلي. أنت حسيني جدا جدا. والله بص ده بعد الفطارات، بالفطار ببقى جسد بلا روح يعني. يعني مش موجودة. لا بس هي حاجة جميلة يا هنا، وأعتقد إن هي كمان اتذاعت يعني في أكثر من قناة، فلما تشوفي طرق اللعب، وأنا عملت لقاءات مع برضو لعيبة من الفرق الأوروبية المختلفة وسألتهم على الفرق بين الكرة الأوروبية والكرة المصرية، كان وده اللي كان مفاجأة، قالوا لي أقوياء جدا في الملعب، عندهم سرعة قوة بدنية، دي حاجات إحنا كنا بنقولها على الفرق الأوروبية، فأنا سعدت إن ده أسمعه كمان على الناشئين عندنا طبعا. مظبوط، يعني روح الفانيلا الحمراء الحقيقه بتكون من الناشئين حتى الكبار يعني. صحيح مظبوط. خلينا بقى نروح من اخبار كره القدم للالعاب الاخرى، ورجال سله الاهلي بيواصلوا تدريباتهم استعدادا لنهائي بطوله دوري السوبر. طبعا الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي قدر يحجز مقعد في دور النهائي من منافسات بطوله دوري السوبر للمحترفين، ده جاء بعد ما قدر يتغلب على الزمالك في 3 جولات دور نصف النهائي من البطوله، وده طبعا كان بنتيجه 91-57 ليحسم بقى الفريق تأهله إلى النهائي. الفريق بقى طبعا بيواصل استعداداته، ومن المنتظر أن يلتقي في نهائي دوري السوبر أمام الاتحاد السكندري، والمقرر إقامته في صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وطبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال السلة. ده كمان هيكون فاينل قوي جدا طبعا، زي ما احنا عارفين إنه بيكون ديربي بين النادي الأهلي والاتحاد في كرة السلة. ناس كتير جدا بتتابعه، عايز أقول لك، وبيبقى كمان ردود الأفعال على السوشيال ميديا كتيرة، أنا بستمتع وأنا بقراها، دايما تلاقي كل فريق بيشجع، كل جماهير يعني تشجع الفريق بتاعها، وبيبقى فيه زي تنافسية كده، وبعدين بقى لما بيفوز، والحمد لله النادي الأهلي من أكتر، لو هتيجي تقارن بطولات هنا وهنا هتلاقي الكفة تميل أكتر للنادي الأهلي، فبنتمنى إن شاء الله كمان ده يستمر أو يتحقق مرة تانية في الماتش الجاي. ده برضو من الماتشات اللي ناس كتير هتبقى قاعدة مستنياها، وأكيد كل ما عندوش ذرة شك إن هنتفرج على باسكت بول، حاجة محترمة جدا. دايما ماتشات الاتحاد السكندري مع النادي الأهلي برضو زي ما الأهلي والزمالك في كرة القدم ماتشاتهم ليهم خصوصية شديدة. بالزبط. نفس الكلام بحذافيره ينطبق على الاتحاد والأهلي في كرة السلة. بالظبط، وكمان الحقيقه ان هم بقوا محققين زي دريم تيم، يعني اطلقوا عليهم لقب دريم تيم رجال كره السله، هم ماشيين بخطه ثابته جدا، بيحققوا سلسله من الانتصارات، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. وعايز اقول لك الاتحاد السكندري برضو من الانديه اللي مؤخرا، ما كانش في الاول، مؤخرا اللي المستوى فيها بقى افضل، فتحس ان برضو هيكون في تنافسيه شديده جدا. عايز اقول لك ده في ازمنه، ده بس ده زمان قوي. لا مش قوي وحياتك، طول عمر خلي بالك من حاجه، دايما في يعني دايما الاسماء اللي بتلاقيها موجوده في المربع الذهبي في اي نهائيات بطوله في كره السله لازم هتلاقي فيها نادي الاتحاد السكندري، ولازم هتلاقي فيها نادي الجزيره، ولازم هتلاقوا الاهلي، ولازم هتلاقوا الزمالك. بص الجزيره شويه الى حد ما في رياضات كمان مختلفه، بس الاتحاد السكندري الاخر 5 سنين انا مش عارفه، يمكن انت عندك معلومه، يمكن مش زي الاول، بس مش زي الاول يعني، اكتر اهلي وزمالك، يعني الزمالك جت فتره تالق وبعد كده الاهلي الحمد لله، يمكن قارن، لا انا زي ما كنت بقول الكف اكتر للنادي الاهلي عن الزمالك الحمد لله، لكن الاتحاد السكندري اعتقد ان هو بومينج الفتره كمان الاخيره ده حقيقي.
مظبوط. خلونا بقى نكمل اخبارنا. النهارده واليوم اخر موعد لتلقي مقترحات مسابقه تصميم شعار بطولات افريقيا لليد. النهارده كان اخر يوم لموعد تلقي هذه المقترحات طبعا بتصميم شعار بطولات افريقيا لكره اليد السوبر وافريقيا للانديه رجال وسيدات، وهتقام في ضيافه الاهلي خلال شهر مايو المقبل. وكان النادي بقى اعلن عن مسابقه للاعضاء والجماهير للتقدم باقتراح خاص بتصميم شعار للبطوله. طبعا ده بيعبر عن احتفال الاتحاد الافريقي بمرور 50 عام على انشائه، وحدد النادي ايميل لتلقي اقتراحات المشتركين في المسابقه، وسوف يتم تكريم صاحب الاقتراح الفائز بتصميم الشعار. خلونا بقى لأننا ننتقل لخبر آخر. ومصر بتستضيف كأس العالم للجمباز في إبريل الجاري. مصر بتستعد حاليا لاستضافة كأس العالم للجمباز، واللي هتقام يوم 27 إبريل في صالات استاد القاهرة. ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الجمباز برئاسة إيهاب أمين تفاصيل التنظيم في مؤتمر صحفي الأسبوع القادم. البطولة هيشارك فيها 40 دولة، وإحدى طبعا دي سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. يعني الحقيقة أنه مؤخرا في مصر بقينا نشوف أنه مش بيعدي شهرين غير وبيكون في بطولة عالمية منظمة على أرض مصر، والحقيقة أنه كمان بينجحوا في التنظيم بشكل بيليق باسم مصر. يعني هادو يا كريم، ده بنسب كبيرة جدا وحاجات كنا بنفتقدها. لو أنا هرجع بلغة الأرقام يا كريم شوية وهنا، لا تعالوا ارجعوا معايا كده تقريبا 10 سنين. 10 سنين احنا ما كناش او اكتر كمان ما كناش بنحلم ان احنا ننظم بطولة واحدة دولية. ولما كان بيحصل كان بيبقى فيه حتى تشكيك من الداخل يقولك يا عم انت هتقدر تنظم حاجة زي كده. كان دايما عندنا الواحد يقلل شوية من نفسه ان هو ما يقدرش يعمل حاجة بمستوى عالمي طليق. لكن دلوقتي انت بتعمل وبتستضيف بطولات في كل المجالات وبتجيب وفود كبيرة جدا وصحافة عالمية وغيره. فده من ناحية السياحة الرياضية ليه شق كبير جدا ومهم، ومن ناحية كمان الرياضة المصرية ليه شق آخر وبنية تحتية وغيره. فلا طبعا اللي انت بتتكلمي فيه دي نقطة واضحة للعالم كله، نتمنى ان هي تستمر. وكمان بجانب ان انت بتستضيفي بطولات، هنا انت بتستضيفي بطولات وفي بطولات بيتم ان انت الحصول عليها في الألقاب الأولى او المراكز الأولى، فده بيعادل الكفة ان انت سياحيا ابتديتي شوية تتقدمي ورياضيا كمان ابتديتي تتقدمي. فطبعا ده اكبر دليل، فنقطة مظبوطة أكيد طبعا. خلينا بقى نروح لآخر خبر معانا النهارده، ودعوة حسين فهمي سفير الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية الصيفية برلين 2023. وجهت اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية الصيفية 15 الأولمبياد الخاصة، واللي هتقام بالعاصمة الألمانية برلين في الفترة من 17 حتى 25 يوليو 2023. طبعا كانت دعوة رسمية للفنان الكبير حسين فهمي سفير الأولمبياد الخاص الدولي لحضور الألعاب والمشاركة في الفعاليات، واللي طبعا هيشارك فيها 7000 لاعب ولاعبة وبيمثلوا 170 دولة، وطبعا بيتنافسوا في 26 رياضة أولمبية. وكمان بقى بتعد هذه تاسع مشاركة للفنان الكبير منذ اختياره في 21 مارس سنة 2007 سفيرا لتلك طبعا الحركة الإنسانية العالمية. وكمان قائمة السفراء العالميين للأولمبياد الخاص بتضم نجوم عالميين في مختلف المجالات. يعني دي كانت نقطة مهمة قوي. معلش قبل ما نختم معاكي، لأن أنا بحب قوي لما حد بيجي يبقى سفير لكيان أو حاجة زي ما بنتكلم هنا الأولمبياد الخاص أو فئة موجودة، لازم يكون معبر عن الفئة دي. تيجي تتكلم عن حسين فهمي، طبعا هو يعني مش هقول ان هو يعني من الزمن الجميل اكيد، لا هو مش كبير كده، لكن هو ممثل له تاريخ كبير جدا. يمكن بعض الاطفال ما حضروش افلامه زمان او يعني افلامه مؤخرا بشكل كبير، لكن هو رمز كبير ورمز محترم. انا لما اجي اختار يا كريم لازم اختار حد معبر عن الحاجه او الكيان او الفئه اللي انا بهتم بيها. لكن في بعض الاوقات للاسف بتلاقي رمز لا ينتمي تماما، ودي حاجه بتحزن ان هي تلاقي اختاروا شخصيه لا تليق. وانت فاهم انا قصدي على ايه طبعا. فبلا ذكر اسماء، لكن لما اجي بختار حاجه بتكلم عن سفير الاولمبياد الخاص فهو فعلا حاجه يعني زي ما بتقال كده مناسبه بشكل كبير. طبعا نجم كبير وفنان شيك وراقي طول عمر حسين فهمي النجم الكبير. طبعا تحياتنا ليه، كل سنه وهو طيب واهل بيته طيبين. اسعدني الحظ في وقت من الاوقات ان انا اشتغلت معاه في المسلسل ده. عايز اقول لك على الصعيد الانساني كمان شخص شيك بكل ما تحمله كلمه شيك من معنى. فبطبيعه الحال الرقي المصري بقى، الرقي المصري بتاع المصريين
اللي احنا نعرفه طبعًا اللي طبعًا. للاسف مؤخرا ابتدى شويه يبقى مش موجود للاسف الشديد. على كل حال مش موضوعنا. هنا بجد بنشكرك جدا على التغطيه الاكثر من رائعه. نورتينا. انا اللي بشكرك جدا واكيد سعيده جدا ان انا كنت معاكم النهارده. ببارك لكم مره ثانيه وطبعا ببارك لكل جماهير النادي الاهلي. احنا انبسطنا بوجودك معانا وكل سنه وانت طيبه ونورتي الدنيا كلها في الاهلي في رمضان. طيب خلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نستقبل ضيوفنا اللي هينورونا في الجزء الثاني من حلقتنا النهارده من الاهلي في رمضان. خليكم معانا. عودة مرة تانية لحلقتنا النهاردة من الأهلي في رمضان. أهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا زي ما قلنا لكم في مقدمة حلقتنا النهاردة أكيد الجزء الأخير من الحلقة هنسهر مع بعض ومع حضراتكم في سهرة كروية. أكيد بطبيعة الحال احنا منورنا اتنين من نجوم النادي الأهلي في أزمنة سابقة وطبعا كلامنا معهم لن يخلو من ذكريات رمضان. منورنا النهاردة كابتن صديق الجمال وكابتن أحمد عبد الفتاح نجوم النادي الأهلي. كل سنة وانتم طيبين وأهلا بيكم ورمضان كريم. وانت طيب يا كابتن كريم. كل سنه وانت طيب. كل سنه طيب يا نهاوند ورمضان كريم عليكم وعلى الكابتن احمد. طبعا اول مره نطلع مع بعض. اقول له كل سنه وانت طيب. اول مره احنا الاربعه فعلا نطلع مع بعض. بس يعني منورنا. وعايز اقول لحضراتكم بيبقى في ضيوف بيبقوا ليهم كده مكانه والله زايده. وكابتن صديق وكابتن احمد عبد الفتاح من الناس دي حقيقي هم زي اصدقاء مش بس فكره ضيوف. طبعا نجوم الاهلي والكره المصريه كمان. كل سنه وحضراتكم بخير. وقبل ما نخش بقى ونهني نفسيا عن الاهلي وغيره اللي لازم هنبدا بدانا وكريم مع حضراتكم لان حاجه مش حكا بس متوقعه حاجه كان لابد منها. يعني مباراه لا تقبل القسمة زي ما بيتقال على اثنين وكانت مهمة جدا أو مهم جدا هذا الفوز. لكن خلينا نسأل كده رمضان أخباره إيه كده وقرب يخلص والدنيا ماشية إزاي. هو واضح إن فيه هنا نوم لسه كابتن أحمد مصحيش نفى بالنوتيلا كبست على المعدة بآخر نص ساعة. لا والله كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى جماهير النادي الأهلي وعلى مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى لعيبة النادي الأهلي والنادي الأهلي. فرحنا طبعا في رمضان بالبطولة الجميلة دي اللي احنا كنا محتاجينها. محتاجين نفرح اهم حاجه طبعا جمهور النادي الاهلي. الحمد لله طبعا البطوله كنا محتاجينها فعلا. رمضان ومع رمضان كمان يعني من الحاجات القليله قوي انك تاخد بطوله في رمضان دي. حتى لو في تاريخ النادي الاهلي هتلاقي بطوله في رمضان دي جديده شويه. فمبروك وخلت رمضان ليه طعم مختلف السنه دي باختلافات في طعم رمضان عن زمان. يعني في ناس كتير بتشوف ان كان زمان الاجواء الرمضانيه محسوسه اكتر نسبيا بالمقارنه بدلوقتي. بتحسوا كده برضو ولا مش بالضروره؟ هو الوضع مختلف شويه عن زمان. زمان رمضان ده كان فيه طقوس عند الناس كلها غير الوقت الحالي. ايه اللي اختلف في رايك؟ اختلفت حاجات كتير. الافراد والحياه كعامه يعني عامه الشعب المصري. رمضان في كل مكان كنت تلاقي فيه بهجة أكتر من كده والناس كانت بتستناه ويسألوا على بعض ويعزموا بعض كويس جدا. كان فيه عزومات كتير بالزبط. كان فيه ألفة أكتر من كده. دلوقتي الناس يعني الناس ما بتصدق تفطر هي الأسرة لوحديها عشان مش موضوع التكلفة أو حاجة. لا بتشتري الوضع الحالي يقول لك إما كبر دماغي لسه أعزم أصلا دي ما بتحصلش دلوقتي غير بين كل رمضان ورمضان إن أب وأم وولادهم يتجمعوا على سفرة واحدة. ده حلم ما بيحصلش غير كل فين وفين. هو السن اختلف يعني احنا يعني في صغرنا رمضان بيبقى شكل مختلف. كل ما بتكبر رمضان بالنسبه لك بيبقى مختلف عن وانت صغير. لكن في اماكن معينه في مصر بالذات الاماكن الشعبيه هي دي اللي تحس بيها في رمضان. يعني خدت بعضك كده ذكرياتنا احنا مثلا في اماكن معينه في حتت الشعبيه لو نزلنا دلوقتي هنلاقي نفس الاجواء. لكن دلوقتي مع انتشار المدن الجديده والناس مصر بقت كبيره قوي بالظبط كده كل الناس اللي فيها يعتبر جايين اغراب عن المنطقه. لكن المنطقه الشعبيه او اللي انت اللي اتولدت فيها لو رحت هتلاقي فعلا الاجواء الرمضانيه فيها. وانا مثلا فطرت في يوم من السنه دي عند مثلا جامع المعز. المناطق جميله جدا. الله ده انا نفسي اروحه لحد دلوقتي ما روحتش. من الاماكن الجميله جدا. ده هو لا مش في حياتي. رمضان السنه دي. رمضان بصراحه شكل مختلف تماما هناك. لو رحت فعلا هتحس بالاجواء الرمضانيه. فالاجواء الرمضانيه فعلا بتبان في الحتت اللي زي دي.
حلو قوي، وربنا دايما يديمها علينا، وكل سنه الواحد الحاجه اللي هو ما بيعملهاش على مدار السنه كلها يقدر في رمضان ان هو يحققها. كنت لسه بتكلم انا وكريم في صفات كده الواحد بيطلعها ليا افضل ما عنده، كمان افضل صوره عندنا في رمضان. نتمنى ان احنا نكمل بالصوره الحلوه دي حتى بعد رمضان، تحس ان رمضان بس بقى الناس تتحول ليله العيد الناس معظمها بتتحول، فيعني نتمنى ان احنا نستمر بهذا الشكل. نخش بقى على المهم والملف الابرز، وطبعا فوز النادي الاهلي واستمرار سلسلة البطولات طبعا في تاريخ النادي الأهلي، وحاجة مشرفة. شفتوا ازاي أجواء المباراة؟ قبل ما نخش في تفاصيل كمان الفنيات، هل كنتم قاريين المشهد بهذا الشكل ولا لا؟ هبدأ مع حضرتك كابتن صديق. هو طبعا المباراة الحدث ده بالذات، وزي ما الكابتن أحمد تفضل، يعني أول مرة بطولة في شهر رمضان. النادي الأهلي كان مستعد لها كويس جدا جدا، لأن عامل حساب ومحترم فريق بيراميدز كويس جدا، وعارف امكانياتهم، وعندهم لعيبه كويسه جدا، وعندهم جهاز فني على مستوى عالي. فالنادي الاهلي بيركز في كل بطوله يخش فيها، بس الماتش ده بالذات كان مركز تركيز عالي جدا جدا من بدايه قبل المباراه واثناء المباراه، لان اثناء المباراه كان في سيناريوهات كتير وفي متغيرات اثناء الماتش، منهم لما الاهلي دخل فيه هدف اي حته اي فريق تاني كان ممكن ييأس، وكان فاضل حوالي 18 دقيقه. النادي الاهلي كان عنده دوافع كبيره جدا ان يحقق البطوله الغاليه دي بعد ما حقق كاس السوبر قدام الزمالك، فدي يعتبر تاني بطوله مع نفس المدرب، رغم ان في اكتر مدرب مشارك في الحدث قبل كده، كان موسيماني وفايلر على ما اعتقد في الادوار الاولانيه يعني. فمباراه كبيره جدا للنادي الاهلي، وقدر يتفوق على بيراميدز بخبرات لعيبه النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده لعيبه عندها خبرات كبيره جدا جدا، بتظهر في المواقف اللي زي كده في المباريات الكبيره. فريق بيخش فيه هدف في وقت قليل جدا، طبعا في حاجه نقف عندها، جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي اكبر دافع واكبر يعني باور قوه غير عاديه. لعيبه النادي الاهلي لما يجي فيك الهدف والملعب كله الجماهير المتواجده بتشجع النادي الاهلي، والحماس العالي جدا جدا، اللعيبه بتاعه النادي الاهلي تحس ان هي يعني اكن لسه بدايه المباراه مش في اخر ربع ساعه. صحيح. فالحمد لله ان ربنا كرمنا برضو بالنتيجه بالمباراه، وقدرنا نرجع بعد 1-0 الهدف بتاع كهربا، هدف حمدي فتحي. المباراه شهدت تالق بعض اللعيبه، طبعا الفريق لما بيكسب الانجاز بتحسب للفريق كله، بس في ناس بتبقى مميزه اثناء اللقاء. انا بحيي حسين الشحات جدا جدا، لانه كان ليه دور بارز في المباراه دي بالذات. راجل عمل اسيست في هدفين، شال هدف من على خط المرمى، وفي واحد تاني عمل انجاز بس برضه كان متداري لان الوقت كان لسه بدري، حمدي فتحي شايل كرة من على خط الجون واحرز هدف الفوز بتاع المباراه. فدي طبعا حاجه لعيبه النادي الاهلي معودين عليها، بيظهروا في الاوقات اللي هي الصعبه دي، وانجاز كبير جدا جدا. وزي ما كابتن احمد تفضل في شهر رمضان بطوله غاليه جدا جدا يعني. اكيد. كابتن احمد شخصيا بقى انت يعني رؤيتك للمباراه دي كانت عامله ازاي وانت قاعد بتتفرج؟ كان حجم الطمانينه اللي جواك قد ايه؟ هل كان في حاجات معينه قلقاك من اللي انت شايفه؟ بص، قبل المباراه في شويه مناوشات حصلت، والمنشور اللي نزل من البيراميدز ان على موضوع التحكيم، الحاجات دي كلها ليها تاثير طبعا. سواء النادي الاهلي طبعا مفيش اي تعليق طبعا، وده المفروض، انا ماليش دعوه بالقصه دي، مش انا مش الموضوع مش بتاعي، لكن الموضوع ده معمول ضغط على طاقم التحكيم اللي جاي المباراه. يعني المنشور اللي نزل ده هم عارفين ان اصلا مفيش تحكيم جاي من بره، بس هم لازم اضغط على الحكم اللي جاي، عشان هما حاطين في دماغهم ان في وجود حكم مصري بيجي من النادي الاهلي. ما اعرفش ازاي يعني، ما مش عارفه يعني، مشكله دائمه دي يعني. بالظبط كده. لكن في وجود فار، في وجود تحكيم، انا شايف من المباريات اللي ادها التحكيم المصري على اعلى مستوى، فكل الحاجات دي كانت قبل المباراه كان في ضغوطات. لعيب هم كمان حطوا لعيبه بيراميدز في ضغوط قبل المباراه. المنشور تنزله وتقول خلاص هلغي الاستثمار، كل لعيبه بيراميدز بيفكروا ايه، طب انا الموسم الجاي هيبقى ايه. الحاجات دي كلها مع فرقه بيراميدز، فرقه شكلها مع مستر باتشيكو اختلف تماما. كان في الفترات اللي فاتت بيراميدز بيلعب كرة جميلة، كرة هجومية، مع مستر باتشيكو راجل منظم جدا، بيلعب الفرقة ككتلة واحدة تحت الكرة، محترم النادي الأهلي، عارف الأماكن اللي في النادي الأهلي مميزة، قافل كل الخطوط. حتى لو اتفرجت تلاقي رمضان صبحي طول المباراة، رمضان اللي هو المهاجم ناحية الشمال وناحية اليمين اسمه أحمد الشيبي، برضه من اللعيبة الجيدة جدا، طول المباراة هو عارف الجناحات النادي الأهلي تشتغل، وهم
حتت مهمه جدا في هجوم النادي الاهلي. طبعا طبعا رمضان طول الماتش واقف ورا عشان يقفل على محمد هاني، والشيبي واقف عشان على عشان معلول برده ما يزيدش. فهو الراجل بيشتغل على فرقه النادي الاهلي، وده اللي خلى الشوط الاولاني شوط صعب جدا، مفيش هجمات كتير، مباراه مقفوله. الشوط الثاني بدا برده كان مقفول لغايه ما هم احرزوا هدف من كره ثابته الحمد لله. وده انا بقول الحمد لله التوفيق هنا انك انت رجعت المباراه بعد دقيقتين. لو الجون ده اتاخر شويه التعادل بتاع الكهرباء كان توقعات المباراه تبقى صعبه جدا جدا، ممكن كانت المباراه تنتهي لا قدر الله بالخساره. لكن الحمد لله رجعت بعد دقيقتين، دي رجعت فرقه النادي الاهلي تاني، رجعت الثقه للاعيبه، الدوافع اختلفت خلاص، فكرت في المكسب. لكن المباراه عامه مباراه صعبه جدا جدا، فريق بيراميدز بيلعبوا بشكل جيد جدا، عندهم مجموعه من اللاعبين مميزين جدا بالذات خط الظهر، معهم مدرب على اعلى مستوى مستر باتشيكو. فانت كسبت فرقه محترمه فعلا، وكان هو ده اللي بيخلي المكسب حلو، مش كسبت مثلا مباراه سهله 3 او 4، لا لا كسبت فرقه طبعًا محترمه طبعًا. فخلى المكسب بعد عناء بيخلي بالظبط كده، فالحمد لله كان مكسب مهم جدا محتاجينه. طب انا عايزه ان احنا نتكلم شويه فنيات، وما ننساش ان احنا في رمضان والموضوع برضو ايه عايزين نستغله ان احنا نرجع شويه بالذكريات معاكم. لازم احنا نتكلم عن مباراه وفي رمضان اكيد عدت عليكم برضو فترات لعبتوا في رمضان، في ذكريات للماتشات دي؟ اكيد انا كان ليا الشرف يعني ان انا لعبت مباراه الاهلي والزمالك كانت في رمضان. وكانت دي سنه كام بقى؟ كان قبل الفطار. لا لا بعد الفطار. كانت بعد الفطار. بس انت كابتن النهارده فاكر اسالك بالنهار ولا بعد الفطار؟ لا لا الفتره بتاعتنا كابتن افتكر كل الماتشات قبل الفطار. لا ابو حميد في فترات كانت ساعات قبل الفطار. وبس المباراه دي كانت لعبت بالليل بقى. لعبت بالليل لكن مباراه مهمه جدا، واهلي والزمالك اللي بيكسب يعتبر خد الكاس في الفتره دي. الفرقتين كانوا الماتشات تخلص 1-0 2-1 بصعوبه، لان الزمالك كان عنده لعيبه مميزه جدا والنادي الاهلي كان عنده تيم قوي جدا، فالمباراه كانت الاهداف بتبقى قليله عكس الفتره بتاعت مانويل جوزيه كان في ثلاثات واربعات والحاجات دي، لان القوه كانت على الوقت بتاعنا كانت متساويه جدا. تيم الزمالك كان قوي جدا جدا يعني. والماتش ده اللي لعبتوه بعد الفطار كان عامل ازاي؟ الحمد لله كسبنا، بس لعبنا بعد عناء يعني، لعبنا اكسترا تايم، وكابتن طاهر وزيد احرز هدف، والكابتن ربيع ياسين احرز هدف، الزمالك كان يتعادل لجمال عبد الحميد، والكابتن ربيع جاب الجون في الشوط الرابع قبل ما نتحضر لضربات الجزاء. كانت مباراه مهمه جدا وكانت صعبه جدا، بدليل ان احنا خدنا الكاس، كان اللي يكسب من الفرقتين كان يبقى مرشح بقوه ان ياخد كاس مصر. فالحمد لله قدرنا نكسب الزمالك 2-1 وخدنا البطوله في الفتره. وماتشات كابتن احمد الرمضانيه بقى الفتره بقى بتاعتنا احنا يعني كان في رمضان يعني بيبقى مثلا شهر 7 شهر 8 شهر 6 الفتره دي بيبقى نهايه موسم، تملي الدوري بيتعمل لغايه شهر 5 ويجي مثلا رمضان ده بنتاخد فيه اجازه، وبعدين تبتدي الموسم بعد رمضان الموسم الجديد. فمعظم شهر رمضان ده بيقولوا اجازه والناس مرتاحه في البيت، بس في اوقات كتيره جدا افتكرها واحنا في الناشئين لا كنا بنلعب قبل الفطار، فدي موضوع صعب جدا طبعا جدا. وشهر 7 و6 و8 ده كارثه جدا. لا الموضوع مختلف تماما غير دلوقتي. دلوقتي يعني انا بقول اللعيبه مندلعه ما تقدرش تلعب قبل الفطار، دي قصه موضوع. في ايه تاني في رايكم بالمقارنه بالجيل الجميل اللي انتوا كنتوا بتقولوا من ابرز نجوم، يعني ايه المستجدات اللي بقى فيها شبه الدلع على حد تعبير حضرتك للعيبه في الجيل الحالي؟ كلام على الكوره اولا الملاعب، الموضوع الملاعب زمان لا الملاعب مختلفه تماما. دلوقتي في ملاعب حلوه جدا، لما تروح تلعب في استاد السويس ملعب على اعلى مستوى، برج العرب على اعلى مستوى، اسكندريه على اعلى مستوى، في حركه تطوير كانت قويه فعلا. في التسعينات ملاعب صعبه جدا جدا جدا، لما تلعب عند في استاد القاهره ده يعني ايه ده الفرح انك تلعب في استاد القاهره النهارده، مع ان ملعب دلوقتي لما بشوف ملعب استاد القاهره دلوقتي وملعب في الفتره اللي ملعب ارضيه الملعب وحش جدا. في ملعب برضه يا كابتن احمد يعني المحله ده على ايامنا كان ملعب اوروبا. بالظبط كده النجيله، بس كان عندهم ملعب جامد جدا. بس يا كابتن تقارن بالملعب دلوقتي لا وحش جدا. لا دلوقتي ليه بقى؟ النجيله عاليه جدا. واللي يلعب ماتش هناك يعني بثلاث اربع مباريات تانيين، لان في حمل كبير جدا في النجيله العاليه. صح يا كابتن؟ صح، وفي ضغوطات على الملعب، في مباريات كتير ففي حمل عليه. بعدين في حاجه برضو بذكر ابو حميد، الاول الجيش ما كانش واخد الملاعب دي بالظبط، المنظومه العسكريه كل التقدير والاحترام ليها عامله اكتر من ملعب، الملاعب اللي هي بتاعت الجيش اكيد ما فيهاش غلطه، ومديه طبعا باور ومديه افانتاج للعيبه بتاع الاجيال دي زي ما تفضل الكابتن، ان في امكانيات عاليه. الامكانيات الاول كانت محدوده شويه، دلوقتي في براح وفي ملاعب كتير وفي امكانيات
مش عايزين نقول ماديا عشان حد يفكر بنقر عليهم لا اوكي ربنا يوفقهم يعني هو بينه الوضع اختلف يعني طالما فتحت الملف ده لو هنقارن ارقام زمان عموما انا مش بس بتكلم يعني بارقام احنا كنا بنلعب بغير عقود احنا كنا بناخد مرتبات بس ده كان السيستم زمان ولا كان استثناءات كل لغايه سنه 90 لحد الاحتراف بعد سنه 90 كابتن الجور دخل الاحتراف بدا النادي الاهلي بقى ونادي الزمالك بدا يتكلموا اللعيبه في الاحتراف يعني هنديك في السنه كذا لكن طول الفتره اللي قبل دي كلها كل اللعيبه حتى جيل كابتن خطيب موظف في المكان موظف بتاخد مرتب كذا وبتاخد مكافاه مباراه كذا وبتاخد مكافاه بطوله كده فهتلاقي ان في الاخر يعتبر موظف لكن الموضوع دلوقتي مختلفه مش في مصر مش في النادي الاهلي بس في صحيح. مصر كلها صحيح كابتن الجواري فتحها وربنا وقد كانت على الاحتراف تعالوا نروح لزميلنا العزيز طبعا موجود حاليا في النادي الاهلي فرع الجزيره زميلنا العزيز محمد توفيق عشان نتابع معاه تدريبات النادي الاهلي واخر الاخبار والمستجدات يا توفيق كل سنه وانت طيب واهلا بيك معانا في الاهلي في رمضان وسامعينك اتفضل مساء الخير يا كريم مساء الخير يا نهوان تحياتي ليكم وضيوفكم الكرام بالطبع كابتن صديق جمال وكابتن احمد عبد الفتاح وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان ليله رمضانيه جديده والاهلي في رمضان زي ما انت قلت النادي الاهلي خلاص يعني صفحه الكاس والحمد لله الف مبروك ببارك لكم ببارك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان حظ بطوله الكاس ال 38 على طول بنقفل الصفحه وبنخش في بطوله جديده ده قدر النادي الاهلي الدائم بطوله الدوري والعوده ليها ان شاء الله مباراه فاركو بعد غدا باذن الله في 9 والربع على استاد القاهره مباراة الجولة ال 25 بإذن الله تكون مباراة قوية والنادي الأهلي يكون موفق فيها وتحقيق الفوز لتأكيد الصدارة والاقتراب خطوة بعد الثانية بإذن الله من اللقب ال 43 لبطولة الدوري العام يمكن التدريب ابتدى في العشاء إلا الربع طبعا سبقوا محاضرة لمدة 45 دقيقة زي ما مستر كولر على طول معودنا وبقى دايما في محاضرات فيديو قبل المباريات بيعرض فيها أهم اللقطات للفرق اللي هتقابل النادي الأهلي أهم خطوطه ونقاط القوة والضعف فيها وكمان تحليل أداء النادي الأهلي في المباراة الأخيرة والكلام مع اللاعبين في أهم وأبرز الحاجات اللي حصلت في المباراة الأخيرة علشان تلافي النقاط السلبية وكمان تعزيز النقاط الإيجابية في ما هو قادم من مباريات بعد كده على طول التدريب اتنقل لارض ملعب مختار التتش كان تدريب قوي جدا يمكن طبعا امبارح كان اجازه بعد مباراه بيراميدز في نهائي الكاس ولكن النهارده على طول بقى بنبدا على طول تمرين قوي شارك فيه جميع اللاعبين عوده طاهر محمد طاهر للتدريبات خلاص بشكل كامل النهارده ابرز اللقطات في المران كل اللاعبين موجودين باستثناء طبعا رامي ربيعه اللي بيخضع لبرنامج استشفائي وعلاجي تحت اشراف الدكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي وكمان احمد عبد القادر اللي بيواصل برنامجه التاهيلي للاصابه اللي اشتكى منها قبل مباراه المحله باذن الله على مباراه فاركو مع صفره الحكم يكون كل اللاعبين جاهزين وفي حاله بدنيه وفنيه اكثر من رائعه وان شاء الله يكون التوفيق مع فريق النادي الاهلي يمكن على طول بكره كمان في نفس التوقيت 9 وربع هيكون في المران الاخير استعدادا لمباراه فاركو ومن بعدها الدخول في معسكر مغلق ليله المباراه في احد الفنادق القريبه من استاد القاهره وان شاء الله بقى يبقى كل التوفيق وكل دعوات جمهور النادي الاهلي مع الفريق واداء مباراه كبيره ومواصله ان شاء الله التصدر والوصول للنقطه 50 باذن الله جميل طيب احنا يعني كالعاده بنسعد دايما في كل مره بتكون موجود معانا فيها وكل سنه وانت طيب وبنشكرك على وجودك معانا في حلقتنا النهارده جزيل الشكر زميلنا العزيز محمد توفيق اكيد سهرتنا لسه ممتده مع كل حضراتكم كلامنا لم ينتهي بعد مع ضيوفنا اللي منورينا كبار يعني لعيبه النادي الاهلي في ازمنه سابقه كابتن صديق الجمال وكابتن احمد عبد الفتاح اللي منورينا النهارده في الاهلي في رمضان اسمحوا لنا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل قعدتنا اتفضل وفرح كل قلوبنا والله الله يبارك له والله اللعيبه كانوا بيلعبوا ناشف قوي الصراحه لكن عملوا كل ما في مجهودهم ان يفرحوا القلوب المصريين كلهم الماتش كان قوي جدا انا بهني جماهير الاهلي كلهم اللي كانوا موجودين جوه النادي واللي بره النادي اكيد قاعده كبيره جدا اللعيبه عملت اللي عليها بصراحه وكان ماتش قوي من ناحيتين وربنا كل مجهودهم بالنجاح على حسين الشحات عمل دور جامد جدا 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 الشوط الاول كان فيه شويه يعني تحفظ من الفريقين ولكن الشوط الثاني رجع الاهلي للصوره اللي احنا بنشوفها من الاهلي وشكل الاهلي الحقيقي ورجوله لعيبه الاهلي اللي ظهرت في الوقت اللي هو كان لازم تظهر فيه كنا واثقين في اللعيبه الحمد لله يعني وهم عملوا اللي عليهم واحلى حاجه في الماتش ان الرد بتاع الجون جه في الوقت المناسب يعني في خلال دقيقتين جون التعادل لما جه رجع الاهلي تاني واحنا ضغطنا بشكل كويس جدا دايما الاهلي بيجي في الوقت الزنقه وبيثبت ان هو الاهلي فرحه عارمه طبعا بطوله مهمه جدا جايه في وقت قاتل بالنسبه لفريق النادي الاهلي في الوقت ده
وبعد الإخفاقات اللي احنا عاوزين ننساها في الفترة السابقة. وأنا كعضو في الأهلي وكمشجع درجة ثالثة بالنسبة للأهلي حياة، لما بتاخد البطولة من نادي قوي بيبقى لها رونق تاني، فأكيد فرحة عارمة بالنسبة لنا كأهلوية وبنحب الأهلي. ماتش هايل جدا، وكان من فترة كبيرة قوي الأهلي كان محتاج يبقى بالشكل دوت، وإن شاء الله تبقى بداية لخطوة كبيرة بإذن الله في الدوري الأفريقي بإذن الله. الخطة اللي كان نعملها كولر مستر كولر خطة ناجحة، اللعيبة دي لعيبة ممتازة وإن شاء الله هياخدوا بطولة إفريقيا والدوري العام المصري. اللعيبة مش محتاجة رسائل يعني، لأنهم عارفين دورهم وعارفين أنهم بيشتغلوا بيلعبوا في النادي الأهلي نادي بطولات، وعليهم أنهم يستمروا في عطائهم وربنا يوفقهم ان شاء الله. كان حلو قوي قوي وبسطونا وفرحونا وكانوا جامدين يعني، ما يشدوا حيلهم عشان نوصل لافريقيا وناخد بطولات كتير. لعبوا حلو قوي يعني ورجاله بصراحه، وعقبال بقى افريقيا ان شاء الله. الماتش كان حلو جدا وكل اللعيبه لعبوا حلو وما ضيعوش وقت خالص. كهربا والجون كان حلو قوي. حسين الشحات وكهربا الصراحه كانوا اكتر اتنين جامدين. كانوا بيقاتلوا عشان يكسبوا وكمان يعني، واول شوط كان يعني كانوا مش حلوين فيه قوي، وتاني شوط اتحسنوا فيه. اقول لهم اللي هم بذلوا مجهود كبير قوي واحنا بنشكرهم. نفسي السنه دي اللي احنا نكسبها وكهربا يجيب جول. يعني نقدر نقول الحمد لله في رضا كبير جدا من جماهير النادي الاهلي، وكان قبل كمان المباراه في تشجيع وكان في ثقه كبيره جدا كمان من جماهير النادي الاهلي لما نزلنا وسالنا وقلنا تتوقعوا ايه ورايكم ايه، وكان في رسائل كمان تشجيعيه كبيره جدا، واعتقد هي دي الروح اللي احنا دايما بنتمناها وبننتظرها من جماهير النادي الاهلي. وخلينا كده نرجع بقى طبعا لكابتن سيدي وكابتن احمد، وقبل ما نخش في تفاصيل قوي ان عندنا الدوري وعندنا السوبر وهنروح ابو ظبي وهنرجع هنا قصه، بس خلينا نروح لان انا عارفه ان كان وعندنا الرجاء. طب قبل ما نخش بقى في كل ده، لان انا عارفه ان كان قريب قوي في تجميعه كبيره جدا للجيل الجميل بتاع حضراتكم، وفكره ان انتم تستغلوا رمضان ان الجيل ده كله يبقى موجود. زي ما كنا بنقول رمضان في حاجات بتحصل ما بتحصلش للاسف على مدار السنه، دي بقى من الحاجات الحلوه في رمضان. فالتجميعه بقى كانت ازاي، وازاي قدرتوا تجمعوا بعض وتتجمعوا؟ بصي، احنا كل سنه كده الجيل بتاعنا، احنا معروف جيل 71 في النادي الاهلي، يعني من ساعه احنا بنلعب في النادي الاهلي وعندنا 12 سنه. لما على 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 مرار 10 سنين 13 و14 و15 في ناس بتفضل تكمل لغايه ما توصل للفريق الاول، وفي في المرحله دي ال10 سنين دي في ناس بتمشي وفي ناس بتخش. من الناس اللي كانت موجوده مثلا، احنا قدرنا نجمع المجموعه دي، في عندنا اللواء حسن صبري من اللعيبه اللي كانت موجوده عندنا 12 سنه، وانا قدرنا نجمع المجموعه دي كلها. الاول واحد جابنا في الفرقه دي كابتن محمود السيسي الله يرحمه. انك تجمع بقى حوالي مثلا 40 50 لعيب من في ناس بقى بطلت كوره وراحت في حاجه ثانيه خالص، جمعنا المجموعه دي. عندنا مهندس ذكر عبد الله عزمنا في يوم كده على الفطار. كل سنه بنعمل الموضوع ده، وبنجيب المدربين اللي اشتغلوا معانا خلال الفتره دي. احلى واحلى. لو كلمنا مثلا من سن 13 سنه، كابتن مرعي عبد الصمد جابنا، كابتن سوري اسف كابتن محمود السايس، كابتن عبد الرحيم حسن، كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن عادل طعيمه، دكتور مفتي الله يرحمه، دكتور ماجد، مش عايز انسى حد. بس اكيد المجموعه دي كلها قعدتها سكر ومليانه. عايز اقول لك بقى اللعيبه اللي كملوا الاول الفريق الاول، انا ووليد صلاح الدين وهادي خشبه واحمد ايوب، احنا الاربعه بس اللي كملنا مع الفريق الاول من النادي الاهلي. في بقى لعيبه ثانيه مثلا كملت في انديه ثانيه، زي موفق الباشا مثلا كان في المصري، طارق سليمان حارس مرمى المقاولين وكان مدرب حراسه النادي الاهلي. مش عايز انسى حد، مثلا واحد سياسي زي مجد البطران راجل في السياسه. انت لو بتتكلم في 40 50 ده كان عبد الله راجل سياسي. بص تخيل بقى المجموعه دي كلها، كان يوم جميل جدا طبعاً. من 3 4 ايام كده قضينا يوم جميل جدا في رمضان. في اخر تجميعه جمعتوها اللي هي من 3 4 ايام دي، ايه اكتر حاجه ضحكتوا عليها لما افتكرتوها او فكرتوا بعض بيها؟ بنقعد بقى نفتكر بقى حصل ايه. كان عندنا مثلا موفق الباشا ده من اللعيبه اللي كان دمها خفيف جدا وموقف معاها كتير جدا، ومجد البطران برده من الناس، ايمن الطحاوي، احمد اسمه بوبوس، كان في مواقف كتير جدا. وانت صغير الموضوع مختلف غير وانت كبير، حتى الـ بيبقى تركيزك غير تركيزك وانت كبير وانت لعيب في النادي الاهلي. وانت صغير بقى الشقاوه والدلع والحركات والمقالب في بعض،
بنقعد نفتكر ونفكر المدربين. كابتن عادل فاكر لما طردت مثلا اللاعب الفلاني ده عمل كذا كذا، فاكر يا موفق لما كنا راجعين في الاوتوبيس من ماتش كذا وانت بتعمل رجليك كده فالجزمه بتاعتك طلعت بره في الشارع، فبتقول لك الدكتور مفتي الجزمه طلعت، فكان الدكتور مفتي قال لك اعمل لك ايه، راح قلع الفرده الثانيه ورميها في الشارع. مواقف بقى بنقعد نفتكرها ونقعد نضحك، كان يوم من اجمل الايام. طبعا دي بتتعمل كل سنه، يوم ما بتنسيش بصراحه، دي من الاجواء الرمضانيه اللي عمري ما انساها بصراحه. طب. حلو جدا. وبرده حضرتك كابتن سدي بتبقى حريص على التجميعه دي ولا ما بتحصلش؟ لا، التجميعه بتاعت ابو حميد كانت اللي هو السن اللي قبلينا. لا احنا عارفين حضرتك يعني 71. لا السن بتاعنا احنا كبار شباب. لا اكبر منه. فالسنه بعديها بقى كده بقى ايه، كان الكابتن شوبير برده بيعمل عزومات على طول في رمضان، واحنا ايام ما كنا موجودين بنلعب كان الكابتن طارق وزيد برده كان بيعمل عزومات عنده في البيت ويجيب الفرقه كلها والجهاز الفني، وكانت انت عارف التجمع بيبقى حلو ومناسبه بتبقى كويسه صحيح. جدا جدا. وشهر رمضان ده شهر الكرم زي ما بيقولوا، يعني بيبقى فيه خير وفيه كل حاجه. بس دلوقتي قلت شويه مشاغل الحياه، واغلبيه الناس كلها بتبقى مرتاحه، عندها ارتباطات وعندها حاجات تانية. هو الريتم بقى سريع، انا ما اعرفش يعني اول ما الاذان بيدن تحس ما بجد الموضوع ربع ساعه ويبقى السحور في حاجه غريبه مش عارفه. الوقت بيبقى اقول لك ازح، الوقت قريب قوي قوي، الفطار دخل في السحور. فما الاول كان في الشهر طول عمره، الاول كان في وقت نايم حلو، كان في وقت، كان في وقت او في بركه في الوقت مش عارفه، مش في في الاكل بس والشرب والمعيشه. لا كان في كل حاجه صح. بس الحمد لله طبعا الوضع اللي احنا فيه الامور تبقى كويسه، ورمضان يا رب دايما يعدي على خير، ورمضان اللي بعديه ربنا طول عمره. يعني بتقعدوا تفتكروها مع كل تجميع من دول. كابتن صديق ما شكلكش بتشارك في المقالب اللي بتعملها بزملائك وحاجات دي، بتهيألي حضرتك كنت شخصيه ديسنت. لا انا هادي بس المقالب ما كانتش تبقى في رمضان. ممكن مقالب بغير رمضان وتشارك فيها. مقالب بس ما تتحكيش على التلفزيون لان هي صعبه كمان. اكبر من طموحي، اكبر من توقعاتنا. في حاجات ما ينفعش تتحكي يعني. كل وقت بقى السن بيبقى معفرد شويه وانت صغير، بعد كده بقى فيه هدوء وبقى فيه ما ينفعش بقى اي واحد يبقى ما تكبر تعمل الحاجات بتاعه الايه الولادي بقى الصغيره. وكل وقت تذكروا مين من المدربين الفنيين اللي كانوا متفهمين قوي واللي كانوا شداد قوي، يعني لو احنا هنقارن هنا وهنا بالجيل طبعا انا الحين. افتكر كابتن انور سلامه كان الناس اللي هم شداد جدا جدا جدا، وبس راجل كنتوا تحبوه برده. بحب النادي الاهلي جامد جدا، من الناس اللي اتعلمنا على قد ايه حب للنادي. وكابتن شوقي عبد الشافي، اصلا كابتن شوقي بالذات عبد الشافي ليه دور مهم جدا في حياتي انا. ان هو كان مسكني في الناشئين وبعدين خدني معاه في الفريق الاول، فناس ليهم جمال كتيره جدا، علمونا حاجات كتيره جدا، علمونا حب النادي، علمونا الانتماء. فعلا اتربينا في وسط عيله. الشده في المدير الفني بطبيعه الحال اكيد مطلوبه حتى ولو على فترات مهم جدا. مين من وجهه نظر لعيبه بقى في الفريق، واكيد عدى على حضراتكم كل واحد فيكم على حد عدى كتير نماذج مختلفه من المدراء الفنيين، مين اللي بيعمل شغل اكتر مع اللعيبه؟ هل الـ 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 القريب منهم اكتر الفرفوش الفكهي ولا الشديد المتجاهل معظم الوقت ولا الميكس ما بين الاثنين؟ الشده للمدير الفني تبقى مطلوبه 100% في وقت معين، لان نذكر كابتن انور سلامه ربنا يديله الصحه طول العمر. طبعا هو صاحب فضل عليا، اول حاجه جابني النادي الاهلي وجابني من نادي البلاستيك. كنت انا صعب جدا اخش النادي الاهلي في وسط المجموعه دي لانه كانت مجموعه قويه جدا واسماء كبيره ولعيبه رنانه يعني. فهو كان عنده ثقه في ربنا ثم فيا فجابني في المكان ده. اما شفت الكابتن انور رجل فعلا عسكري يا رجل نظامي فعلا. في لعيبه لو ما كانش الكابتن انور شديد ما كانش كملوا في الكوره طبعا، على راسهم عبد الجليل وعادل عبد الرحمن yeah. لان دول من ولاده فعلا. دول السن اللي هو من الاكبر من ابو حميد يعني بالظبط بالظبط. دول لو ما كانش موجود الحته الانضباطيه بتاعت الكابتن انور والشده والقوه عمرهم ما كانوا هيكملوا في الكوره. الشده بتاعته والالتزام والصرامه خلاهم لعيبه كبار، واحد راح كاس عالم عادل وهاني رمزي برضو كان ليه دور كبير في النادي الاهلي واحترف في المانيا طبعا. 10 سنوات لعيب محترف. كل ده بفضل ربنا ثم الكابتن انور. الفترة دي لو كان معاهم مدرب غير الكابتن انور وما كانش شديد وقوي كان ممكن ما يكملوش، لان الفترة صح دي صح صح. فالفترة دي كان لازم يكون في حد بالنوعية دي. في نوعيات تانية يعني مثلا مستر فايتسا انا اتمرنت معاه، من اعظم المدربين جم في تاريخ مصر طبعا. مدرب الالماني جه خد دوري وكاس والافرق سوية، من العظماء اللي هم دخلوا طريقة 3-5-2 في مصر
وبعد كده كابتن الجوهري لعب بالطريقه دي في كاس العالم، راجل في كره القدم علامه زي ما بيقولوا يعني بروفيسور. فالنوعيه بتاعته هدوء تام وما بيعصبش. التمرين وقت قليل. انا بعض المدربين الله يرحمه بقى توفوا يعني، يقول لك ايه بيمرن ساعه وربع، لا ده ما بيديناش حقنا، لا وبيمرن ساعه وربع وساعة ونص. الله يرحمه. الله يرحمه. كويس. لا حاجه مش سالكه. لا لا لازم افتكر الرحمه. يقول لك ايه ده مرن ساعه وربع ساعه وثلث. طب ما احنا نتذكر برضو الحاجات قبل كده في اجيال المدرب مش بالساعه خالص، التمرين معمول بالكم يعني. ازاي يخلص التمرين وقت ما نخلص وقت ما تخلصه بالظبط. والهدوء والتعامل اثناء التمرين وبعد المباراه، حتى اللي في الفرقه بيبقى مبسوط منه جدا. وهذه اللي بره الفرقه احمد عارف، لما في مصر اي حد بره 16 كان يطلع بيزعل. يعمل مشكله كبيره ويتعفرس بتاع ده، اللي بره بيكون مبسوط منه وسعيد جدا بابتسامته بالتعامل بتاعه وراقي جدا، لان اللعيبه كانت مساعداه. وقت الشده اللعيبه بتبقى صغيره محتاجه الشده اللي يبقى فيه انضباطيه، يبقى لازم يكون في شده. ده شويه زي ما مال خوسيه يعني، نقدر نقول الروح شويه اللي هو الشده، بس في نفس الوقت بنحب المدير الفني. لا جوزيه نوعيه ثانيه. جوزيه اول حاجه من المدربين برضو اللي هو ساب بصمه في النادي الاهلي وفي مصر، بس هو اتخدم خدمه ما فيش مدرب مر عليه مجموعه زي اللي كانت معاه. لعيبه مميزه. كان معاه لعيبه مميزه جدا جدا يعني، واسماء رنانه كل واحد فيهم بفرقه طبعا. يعني نتكلم على مجموعه لعيبه لما نيجي نتكلم عليهم كل واحد تحطيه كده يقود فرقه لوحده. الكلام اللي كابتن سديه بيقوله ده مش اي حد يبقى عنده الروح الحلوه ان هو يطلع يتكلم عن جيل تاني خالص بالشكل حاجه بتتكلم بيه. ده حضرتك مميزه يعني. جدا احنا بنسلم بعض طبعا. انا بطلت، احمد بطل بعديه، جه بعديه وليد بطل، جه مش عارف هادي بطل. الكيان هو اللي موجود. هو ايه اللي بيخلي النادي الاهلي، النادي الاهلي في المقدمه؟ ما بيقولش ايه ده فلان مشي. اعظم لعيب في النادي الاهلي لو ما مشيش على السيستم بتاع النادي الاهلي بيقعد بره. لكن بشكل عام يعني، انا وانا هنا مش بتكلم على لعيبه النادي الاهلي بالتحديد، انا بتكلم في المطلق. بعد السنين دي كلها ما عدت بيكم وعدت عليكم كمان سنين بتتابعوا فيها اجيال متعاقبه من اللعيبه في الفرق المصريه المختلفه، هل حسيتوا او استشعرتوا ان في اختلاف في كواليتي اللاعب المصري في الفتره الحاليه عن زمان فيما يتعلق بالروح، يتعلق بالاحترافيه، بالحرفنه، بالمهارات؟ يعني حاسين ان في طفره ما حصلت في اللعيبه المصريه؟ اكيد طبعا، اكيد اكيد الموضوع اختلف عن زمان. اتكلم بشكل الاداء نفسه يعني، المهاره زمان كانت بتغلب على اللياقه البدنيه. زمان كان اوقات مجموعه اللعيبه، كل المجموعه اللعيبه تلاقي في الملعب حوالي مثلا 6 أو 7 المهاره عندهم عاليه جدا جدا. دلوقتي مش بتكلم بس في النادي، حتى في العالم كله لو اتفرجت على كاس العالم زمان تتفرج على منتخب تلاقي 11 لعيب كويسين جدا، دلوقتي طبعا. تلاقي في كل فرقه 1 أو 2 أو 3 مهاري. لكن الكوره دلوقتي بقى ليها شكل سيستم معين، لياقه بدنيه، قوه، تنظيم معين، طرق لعب مختلفه، شكل الموضوع بقى دراسه يعني. ما بقتش المهاره فيها لا 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 خالص، هي اللي ليها اليد العليا مش بالضروره يعني. لا المهاره طبعا اللي اللعيب المهاري طبعا هو اللي بيخلي الموضوع شكل مختلف، زي ميسي مثلا مهما يحطه في كل الطرق الدفاعيه لكن المهاره بتغلب كل الطرق الدفاعيه. لكن لعيب مش مهاري اي طرق دفاعيه تقدر توقفها طبعا. لكن ميسي غلب كل التوقعات، غلب كل الطرق الدفاعيه اللي بتلعب عليه، غلب اي فرقه نازله تقول لك ميسي يعني. مثلا فرقه زي منتخب الارجنتين، المدير الفني اللي بيلعبه عارف ان ميسي احسن لعيبه، ممكن واحد يقف جنب ميسي طول المباراه مش خلوش يلعب، لكن لا بيقدر المهاره بتقدر تتغلب على كل الطرق الدفاعيه. لكن المهاره دلوقتي فعلا لما تيجي تبص مثلا في الدوري المصري، كان زمان من اول الثمانينات مثلا اللي انا من عمري 10 ثمانينات التسعينات، كل فرقه مثلا المحله هتلاقي مثلا 3 أو 4 لعيبه المحله. طبعا. المصري لعيبه كبار جدا، الاتحاد لعيبه كبار جدا، الزمالك، الاسماعيلي. تيجي بقى تتفرج على الدوري دلوقتي الموضوع مختلف تماما، كل فرقه لما تلاقي لعيب مميز ها؟ حتى بعد الصفقات الصيفيه اللي شفناها الموسم اللي قبل اللي فات ده الكتير وبالارقام الكبيره، برضو حضرتك مش لامس ان ده تم تحقيقه. لا لا هتلاقي لعيب، لا تيم كويس، تيم كويس. لكن لعيب في طفره ولعيب يلمس او يلمس مع يعني الناس مثلا تقولي مثلا فرقه مثلا المحله عندها فيها كم لعيب كذا دلوقتي غير زمان. طب التغيير اللي استجد ده واللي نتج عنه ان الحسبه اختلفت عن زمان،
برضو كالعادة اللعيب المهاري بيخطف العين أكيد. والمشجعين اللي قاعدين يتفرجوا بالود ودهم يشوفوا كورة حلوة بغض النظر حتى على النتيجة بقولك عليه صح التاتشات الحلوة بتاعته عينك بتروح على اللعيب الكويس ليه ده برضو مش حاصل كتير دلوقتي بس زي ما تفضل الكابتن المهارة انقرضت شوية مش زي زمان أو الأمثلة بالإسماعيلي مثلا الإسماعيلي كان فيه حازم وكان في مثلا حمدي نوح حمد الرومي وحمد الرومي وعماد سليمان يصنعوا الفارق في اي وقت فهي المهاره اللي بيتكلم عليها دي بتصنع الفارق في كره جماعيه دلوقتي في قوه في سرعه في الوضع اختلف بس اللي بيصنع الفارق مين المهاري زي بقول لك مثلا ميسي كريستيانو في وقت معين الاول كنت تقول ايه مثلا كابتن الخطيب هيخلص الماتش ده في الحته دي كابتن طاهر ابو زيد في الحته دي وليد صلاح يعمل كذا على ميهوب في امثله في كل نادي تلاقي فيه المهاره الجيل ده كان ايوه اتكلمت على ايه ولا ايه ايوه غلبه في كل الفرق المحله المشاي احمد حسن المصري مسعد نور اللي احنا الاتحاد السكندري الكابتن شحته ربنا يديه طول العمر كابتن جارم في انديه الترسانه كابتن الشاذلي وكابتن مصطفى رياض ترسانه كان قصه زمان حدث ولا حرج دول اتنين كله والله انا ما بقولك عشان كده بقول لك فعلا لها قيمه كبيره جدا كابتن صديق من شويه بيقول لك ايه بيقول لك انا جيت من نادي البلاستيك اللي هو بقول لك على فكره البلاستيك كان في اسامي معروفين جدا عندنا اسامي في البلاستيك لعيبه كان بيلعبوا في الدوري الممتاز الله يرحمه كابتن شفه معروف جدا كابتن شفه وحمدي علام وكان في مجموعه لعيبه كوره وحمامه وحمامه الكبير وحمامه الصغير اللي هو راح الزمالك في مجموعه مهارات عليها طارق حسن جمال السيد اسماعيل ضمضم بس انت لما تروح مكان برضو عندك الامكانيات وتروح مع مجموعه كويسه مع مدرب كويس المدرب برضو ايه بيشتغل على المجموعه اللي معاه بس لما يكون معاه ثلاث اربع لعيبه موهوبين يصنعوا له الفرق في اي وقت ينجحوه الماتش قفل معاك زي ما قال لك ميسي بياخد الكوره خلصك جاب لك كاس عالم لو مش حته المره دي مش موجوده هيبقى زي فرقه وحتى لو تلعب عليه مان تو مان تلعب هو برشلونه كان بتلعب عليه 100 مان تو مان كانت تلاقيه يعدي من تحت يجيب لك جون جاب بطولات كتير الملحوظه دي على فكره وتاني ارجع اقول لحضرتك ده انا مش بس بتكلم على الفرق المصريه المختلفه مش بس النادي كاس العالم حتى على مستوى منتخبات العالم لما تتفرج على اي كاس عالم زمان ثمانينات وتسعينات ما هو ده كل المنتخبات اقوى من بعض دلوقتي كان فيها مواهب مهاره عاليه جدا 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 مواهب انت شفت منتخب فرنسا وانت بتتفرج على منتخب فرنسا قوه جسمانيه وقوه بدنيه عاليه جدا ومباراه كانت مثلا الارجنتين مباراه كانت صعبه جدا جدا بس بتتكلم فرقه تلعب بمهاره وكره الكره الامريكا الجنوبيه كره مهاريه وفرنسا اجسام غير طبيعيه وقوه وقوه دفاعيه وهجوميه حاجه هي ده هو ده شكل بقى السيستم الكره الجديد في منتخب فرنسا بس في الاخر مين اللي كسب المهاره اتغلبت المهاره اتغلبت على القوه والسرعه لان المهاره كانت مباراه مش ممكن طبعا النهائي كان مش ممكن ايه اللي بيحصل ده وصل ايه في الاختلاف ايه المهاره اللي وصلت في الاخر لايه نتوصل المكسب للارجنتين عشان المهاره لان المهاره دي ما بتصنعش زي الفنان في فنان موهوب وفي فنان مصنوع في مطرب تسمعه موهوب او تسمعه كده موهوب وفي مطرب يقولك يقضي بس الموضوع انا واحد من الناس ما بقتش فاهم هل هي ميول شخصيه يعني في حد ممكن بيلاقي نفسه بيميل شويه للحنين للماضي عن غيره ولا هي فعلا كانت الامور بشكل عام زمان اطعم بكتير مما هي عليه دلوقتي كوره وغير كوره لا لا طبعا كل ليه حاجة. كل ما بنرجع بالزمن لورا بنقول احلى رقيه اكتر كواليتي بيقل كواليتي بيقل مش في رياضه بس ما انا بقول لك على كل لا لا كله 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 لسه كنا بنقول على حاجات ثانيه طبعا بنتكلم على رمضان فانت اتفاجئت وانا برد رمضان كنت بتشم رحت قبلها باسبوعين ثلاثه شهر طبعا. رمضان جاي طبعا. تلاقي الناس بتعلق وبتاع وبتتكلم والاغاني وهو رمضان ماشي تبقى انت عايز تبكي الاغنيه بتاعت والله لسه بدري ايوه انت بتسمع عبايز محمود او محمد انديل لسه هي نفس الاغنيه لا دلوقتي انت رمضان جاي او رمضان هيمشي في ناس ممكن ما تحسش بيه النهارده 21 يوم صحيح مظبوط ولا غلط انا عايز اقول لحضرتك يا كابتن صديق الناس ابتدت تسال بعض شوف احنا فين لسه يعني 11 يوم او 10 ايام يقول لك هتقضي العيد فين يعني مش كده احنا ما كناش كده زمان بيخلص رمضان عايز يلا نيكست لا يعني للاسف دي حاجه انا يعني انا نفسي نرجع انا احلى رمضان كان عليا وانا في التسعينيات لما كنا اطفال والاحلى وقت حضرت شريهان ودنيا امال ايه
لا لاخر الثمانينات على فكره انا مش صغيره فطوطه لا لا صغيره فطوطه طبعا كانت احلى ايام والله طبعاً. طيب عشان الوقت بقى ايه نقسمه برضو عايزين نتكلم عن ماتش مهم جدا وزي ما كنا بنتكلم في الفاصل السوبر ويوم 5/5 باذن الله في ابو ظبي بين الاهلي والزمالك وهذه المباراه المرتقبه اللي من هقول مش بس عشاق الاهلي والزمالك ناس كلها منتظره هذا الديربي القوي جدا وخلينا نشوف مش هقول توقعات قبل ما اقول شويه قراءه حضراتكم للمشهد والمباراه هيبقى عامل ازاي كقراءه فنيات لعيبه غيره المباراه بتاعه السوبر الحمد لله احنا قابلنا الزمالك وخدنا منه بطوله السوبر هي اللي فاتت المباراه اللي جايه بتاعه السوبر هتبقى يوم 22 على ما اعتقد الاهلي طبعا المباراه دي بيعملها لا هي هتبقى 5/5 5 مايو اه 5 مايو اه 5 مايو الاهلي الحمد لله ماشي في الدوري المصري كويس جدا جدا ومتصدر الترتيب فارق نقاط عن منافسيه وفي استقرار فني في النادي الاهلي في رؤيه كبيره جدا واضحه للمدير الفني كولر كل ما بيقعد فتره كبيره في النادي الاهلي كل ما الامور بتبقى واضحه ليه بالنسبه لامكانيات اللعيبه كلها ومباريات بيعرف يتعامل معها الاول برضه بيلعب في البطوله الافريقيه ما مش عارف يعني ايه وضع البطوله دي ازاي النادي الاهلي موقف ام الفرق اللي بيلعبها في افريقيا غير مدرب بيكون موجود قبل كده عارف النادي الاهلي في المشاركات بتاعته الافريقيه الاستحقاقات اللي هي المحليه الافريقيه بس معاك جهاز فني برضه كابتن صديق بيطلعه على كل معاك كابتن سامي انا معاك بس هو لما بياخد خبره على الارض وبيقعد بيتعايش فتره كبيره جدا مع تيم النادي الاهلي ممكن تفرق طبعا بيبقى خلاص حفظ الفرقه ودرس الفرقه وعارف امكانيات وقدرات كل لعيب في النادي الاهلي فطبعا البطوله الكاس اللي جاي بتاع السوبر ان شاء الله باذن الله الاهلي داخل اكثر جهوزيه وهو زي ما قلت لحضرتك ماشي في الدوري كويس في استقرار عنده طبعا اللعيبه كلها على ظهره بمستوى عالي جدا جدا الحمد لله الحمد لله ما فيش اصابات الا طاهر محمد طاهر فمركز في البطوله دي وان شاء الله يحقق البطوله دي عشان تبقى البطوله الثانيه السوبر الثانيه مع الزمالك هي عموما ماتشات الاهلي والزمالك كابتن احمد يعني ينفع الواحد يستنتج اللي هيحصل فيها بناء على المعطيات اللي عنده او الورقه والقلم بيقولوا ايه والارقام بيقولوا ايه ولا دايما لماتشات الاهلي والزمالك خصوصيه شديده من ضمن مفرداتها انت صعب التكهن او التوقع النتيجه هتكون عامله ازاي ولا حتى الاداء هيكون عامل ازاي طب بص المباراه الكبيره بالذات مش الاهلي والزمالك بس الاهلي والزمالك مباراه بطابع خاص يعني شكل المباراه نفسه بيبقى ملهاش دعوه شكل النادي الاهلي ايه او نادي الزمالك ايه في الفتره اللي قبليها صح طبعا لان كل النادي الاهلي او نادي الزمالك فيهم لعيبه كبار في لعيبه فيهم بتعمل الفارق في لعيبه فيهم لما بتكون فايقه بتخلي شكل المباراه مختلف طبعا مش عايزين يعني نتخدع في شكل الزمالك الفترات اللي فاتت والاداء اللي هو خسارات وتعادلات لكن مباراه السوبر دي مباراه على بطوله ايوه فهيبقى انا متهيألي النادي الاهلي اخر بطوله البطوله رقم 17 البطوله دي جايه 18 ان شاء الله لما ناخدها تبقى 18 باذن الله يعني متهيألي على فكري يعني كانت 17 الاخيره ان شاء الله فاحنا احنا ليدنج برضو عليهم في بطوله السوبر فالمباراه نفسها مباراه صعبه جدا مع مدير فني لسه جاي كولومبي عنده طموحات عنده عايز يثبت اقدامه بالنسبه لجمهور نادي الزمالك عايز الجمهور يحبه انت عارف مباراه الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي بالنسبه لاي من الجمهورين انا احب المدرب امتى لما بيكسب الزمالك تلاقي المدرب ده بالنسبه للجماهير النادي الاهلي طب. مدرب كبير جدا حتى لو في اخفاقات بس في تخوف كبير من جماهير الزمالك لان كانوا بيتحدثوا ان فعلا فكره ان انا اول ماتش قوي كبير مع مدير فني جديد هل هي نقطه لصالحهم ام لا البعض بيقول ان هي نقطه مش لصالحهم تماما وارد هو ممكن يدي مجموعه مثلا لعيبه ما بتلعبش خالص يقتنع مجموعه بالزبط. بتلعب ممكن لسه يعني لسه ده هيبان الفتره اللي جايه وعنده متهيألي برضه يعني 5/5 عنده مثلا بتاع داخلين على 20-25 يوم هيلعب مثلا في ماتشين ثلاثه في الدوري هيقدر يشوف بس برضه يعني مستر كولر من ساعه ما جه غير دلوقتي قعد فتره طويله جدا في اخطاء كتيره جدا كانت بتحصل بس ليه؟ لان برضه ما عندوش معايشه مع كل اللعيبه ما عندوش معايشه في مواقف كتيره جدا في الملعب ما عندوش معايشه في ماتشات افريقيا فدلوقتي حتى نقول ايه لا ده مستر الكولر في ماتش الهلال عمل التغييرات زي ما قال الكتاب أيوة. خلاص ايوه ماتش لانه فعلا بقى خلاص
احنا كمان واحنا قاعدين احنا عارفين هيعمل في الوقت لو ما عملتش كده احنا كمتفرجين طب. احنا عشان بنتفرج على النادي الاهلي بقى هو تحس ان هو كان سامعنا اصلا خلاص دلوقتي تحس خلاص بقى مننا يعني معانا الحمد لله لعيبه النادي الاهلي دلوقتي كمان المستوى متقارب جدا من اللعيبه يعني انا كمدير فني لما بيكون عندي كواليتي من اللعيبه او سكواد الاساسي زي الاحتياطي دي حاجه حلوه جدا حته المساكين اذا كان عبد المنعم اذا كان ياسر اذا كان ربنا يشفيه رامي ربيعه متولي معلول ناحيه اليمين مثلا لو اتكلمنا محمد هاني او خالد عبد الفتاح عادي جدا دلوقتي نص الملعب اللي عندنا ما شاء الله لو لعبت يعني دلوقتي ديانج اللي هو جاي له عاد احتراف من مبلغ كبير جدا دلوقتي بيقعد ما بيلعبش مثلا خمس دقايق ليه لان جبت صفقه من احلى الصفقات اللي انا بشيت بيها دلوقتي مجلس اداره النادي الاهلي مروان عطيه من اللعيبه المميزه جدا طبعاً. اللي صحيح. فعلا لعيب جماهير النادي الاهلي جدا مبسوطه بيه لعيب هايل اتكلم على حمدي فتحي يبعد ويرجع ما شاء الله بيرجع من احسن ما يمكن السولاي بعد الاصابه ما شاء الله فعندنا الاربعه اللي بتوع نص الملعب اي حد فيهم بيلعب فالحمد لله ما عندناش مشكله قدام كهربا بيلعب محمد شريف حسين الشحات طاهر محمد طاهر احمد عبد القادر ما شاء الله ما شاء الله اسكواد على اعلى مستوى هو الحقيقه الفتره الاخيره احنا شفنا يعني ريمونتادا بمعناها الواسع للنادي الاهلي يعني لو رجعت بحضراتكم بالزمن شويه لورا لذكرى ما هياش عاطره قوي بطبيعه الحال ماتش سان داونز ناس كتير كانت متخيله ان اللي هنشوفه من النادي الاهلي بعد ماتش سان داونز هيبقى فيه شيء من الاهتزاز هيبقى فيه شيء من عدم الرضا من قبل الجماهير لكن احنا شفنا العكس الصحيح احنا شفنا وقفه نتج عنها اللي احنا بنتكلم عن تفاصيله محترم صحيح النادي الاهلي لما بيحصل اي هزه في الفرقه او اي مباراه بتسقط منه من حساباته الحمد لله بيقدر يرجع تاني ما بياخدش فتره كبيره ان هو عشان يرجع يبقى فيها هزايم تانيه او الفريق مثلا يتبعتر زي ما بيقولوا لا ده هو الحمد لله بيقدر يرجع بسرعه زي اللي بيحصل في المباراه بيجي في جون واخر ربع ساعه بيجيب جون او بيرجع للماتش بسرعه وبيكسب ياخد بطوله نفس الكلام في المباريات ماتش سان داونز ده كان ليه ظروف خاصه مش عايزين بقى نقول اعذار بس هي طبعا بتبقى مؤثره على الفرقه بنلعب الساعه 3 والجو كان صعب جدا ومباراه بره ملعبك وبتحصل ورده قبل كده انت ممكن تتغلب نفس المباراه زي كده وتطلع تلعب نهائي فالاهلي بيقدر يرجع تاني فالرجعه كانت قويه جدا جدا صحيح. قدر المدير الفني زي ما قلنا يتاقلم مع الفرقه وعرف امكانيات كل واحد وعرف يتعامل في المباراه الصعبه ازاي من تغييرات من قراءه المباراه فالحاجات دي كلها بتفرق غير اما واحد مثلا بيجي يحصل له هزه يروح واقف مكانه زي بعض الفرق مش عايزين نذكر يعني ممكن تغلب ماتش يجر ماتش تاني ثالث رابع هربت منه خلاص بعيد عن المنافسه ممكن يطلع مثلا في الحصاد ما ياخدش اي بطولات لا الحمد لله الاهلي بيقدر يرجع لان عنده امكانيات لعيبه جامده جدا ومدير فني على مستوى عالي والاستقرار ما تنساش الاستقرار الاداري ليه دور كبير جدا أكيد. جدا في مسيره النادي الاهلي لو الهزه دي حصلت مع اي فرقه والحته الاداريه حد اتدخل مع اي مدير فني طلعه بره يا اما خرجه عن الشغل بتاعه هيبقى مفيش تركيز صحيح تفكيره هيتشتت لا يعرف يحط فيه هتهزه يبقى فيه اهتزاز انما طول ما انت مستقر مين اللي بيولد الاستقرار ده الحمد لله المنظومه الاداريه في النادي الاهلي كل التقدير والاحترام لمجلس اداره بقياده الكابتن محمود الخطيب فاشد الظروف وفي كل المحن تلاقيهم موجودين ماتشات بيبقى الناس مش قادره تمشي وتلاقيهم ورا الفرقه فالحاجات دي كلها اللي بترجع اللعيبه بترجع الجهاز الفني فالحمد لله الاهلي قادر وبيرجع في اي وقت لان بالامكانيات اللي موجوده عنده حلو جدا ربنا يسهل وتبقى مباراه قويه وتحسن باذن الله كالعاده يعني لصالحنا نخش على الدوري بقى شويه ايه بقى مباراة فاركو انا شايفها مباراة فاركو البعض بيقول ان هي هتبقى مباراة سهلة ومحسومة خلص. انا اكيد واحنا كلنا كاهلي احنا عمرنا ما بنشوف ده يعني بصي لازم بتيجي تفكري كده فكري في مين اللي ماسك فاركو طارق العشري طارق العشري ليه ذكريات كبيرة جدا مع النادي الاهلي في فرق كتيرة جدا ماسكها من ايام الحرس الحدود وفرق كتيرة الجيش وسموه عامل مباراة قوية جدا كابتن طارق من المدربين اللي بيشتغلوا بسيستم معين ومنظم جدا جدا الحتة الدفاعية وبيذاكر كويس قوي الحتة الدفاعية عنده انت فاكرة في وقت من الاوقات مستر جوزيه كان بيشيد بيه وكان قال لك ده خلفت يعني في الملاعب لانه فعلا في وقت من الاوقات كابتن طارق العشري مع حرس الحدود خد بطولتين كاس مصر من النادي الاهلي يعني من الناس المصنفة واخدين بطولات في مصر يعني كابتن طارق
شكل اللعب اي فرقه بيشتغل بيها السيستم بتاعه بيغلب على اداء اي فرقه يعني. صح. حتى ممكن شخصيه المدرب ساعات اللعيبه بتبقى اقوى منه يعني. شخصيه اللاعب بتبقى اقوى منه في ادائه في اللعب يعني. انا ادائي لا متغلب على شخصيه المدرب، حاول يقنعني ان انا العب بشكل معين لكن انا لا كلاعب شخصيتي اقوى، لكن كابتن طارق بيفرض اسلوبه على اي تيم بيمسكه فبيلعب بشكل معين، بيعمل دفاع منطقه صعب جدا، بيلعب على المرتده كويس جدا، بيشتغل الكور الطويله، فمباراه بالنسبه له مباراه مع النادي الاهلي مباراه بتبقى صعبه جدا 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 جدا. هو دايما من قديم الازل، وطبعا قبل ما اقول اللي انا بصدد ان انا اقوله لازم نقول ان اكيد كل التقدير والاحترام لكل الفرق أكيد. انا هنا بتكلم بشكل عام، بس حتى لو في فريق بعافيه حبتين يعني الفريق نفسه بيجي قدام النادي الاهلي يعني فاهم ازاي بيتألق، يجي عند الاهلي وتلاقيه يتعامل. ما انا هقول المقوله اللي دي سمه دايما قديم الازل الحكايه دي. ما دي انا في مقوله انا قلتها هنا قبل كده عمري ما هنساها وحافظينها واحنا صغرنا، قال لنا الله يرحمه كابتن طارق سليم، اللي هي مقوله قالها لنا كابتن طارق سليم. ايوه لما كنا نروح نلاعب اي فرقه يقول لك يا جماعه خلي بالكم مثلا الفرقه عندها مشاكل وخسرانه من الدنيا كلها وجات لعبنا، قال لك يا جماعه احنا عارفين ان اللعيبه اللي جايه تلعب النادي الاهلي الفرق اللي زعلان من امه بيصالحها يروح يبص، اللي مطلق مراته بيصالحها، اللي مطلق مراته كمان، اللي مزعل اخوه عشان يروح يعد النادي الاهلي. ايوه الرئيس اللي رئيس النادي اللي مزعل اللعيبه وخصم منهم بيجيب لهم الفلوس، كل المشاكل بتتحل قبل ما اروح العب النادي الاهلي عشان انا راح العب البطل عايز اعمل قد مبركوس. فالمقوله دي عمري ما انساها، فبسمع اي مشاكل لا ده راح العب النادي الاهلي، فانا عارف القصه دي. احمد فكرني بحاجه بعد اذنك يا احمد. اتفضل يا كابتن. فكرني بحاجه مهمه جدا. اتفضل. لما كنا بنلعب النادي الاهلي واحنا وانا بلعب في البلاستيك بتلاقي واحد جاي مثلا بيزك، واحد جاي يستاذن من الكابتن قبل الماتش. قبل الماتش بص محمد عمار الله يرحمه مدرب كبير جدا يعني. كبير جدا طبعا الله يرحمه. كان ماسك السكه الحديد والبلاستيك. الله طبعا الله طبعا الله يرحمه. واحد جاي يعمل كده، واحد جاي بيزك. دول نازلين عليها مركزه على الماتش. قبل الماتش. اول ما تيجي قبل ماتش الاهلي. هو ده اللي بقول لك عليه. كان زمان في حاجه اسمها التراي ماتش. على ايامنا بقى مش على ايامكم. التراي ماتش ده اللي هو قبل المباراه بيومين. كان يبقى الماتش الجمعه ده الاربعاء. تلاقي كله جاي زي ما قال احمد. اللي بقى بيصالح واللي عايز يتجوز واللي عايز ورجليه ولاده رجليه مجبوسه فكها والله هيلعب. كان عندنا كابتن شفه كان جاي عنده مشاكل وكان طالب فلوس من النادي وبتاع قبل ماتش الاهلي، كان اول واحد في التمرين فكله عايز ليه الحدث مهم جدا طبعا زي ما يعني بص بنتكلم. الكابتن طارق العاشي جاي يلعب النادي الاهلي فجاي بيحط الثقل كله مش عايز يتغلب اكيد، فهيقفل وهيخنق الدنيا كلها على النادي الاهلي. طبعا احنا بنطلب التوفيق للنادي الاهلي باذن الله باذن الله ان ناخد 3 بونت عشان نعزز المشوار ونبقى ماشيين بس بس الستايل الدفاعي او باللعب الدفاعي اللي هيبقى مستميت احنا بقى هنركز اكتر على الهجمات المرتده ولا هنعمل ايه برضو؟ لا بيبقى في كل حاجه ليها حلول. لما حد بيجي يتكتل اول حاجه الحته اللي في القلب يعني مثلا اغلبيه الفرق تيجي لعبنا الاهلي ممكن يلعب 3 محور مثلا في نص الملعب قدام الاثنين مثلا السردباكين الاطراف الباك ليفت والباك رايت بتلاقي حاطط اثنين قدامهم بيخنق زي بيراميدز. انت فاكره بيراميدز نزل كان بيلعب مفتوح؟ لا 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 قافل جدا. كان نازلين زي ما اتفضل الكابتن كان نازلين يقفل على خلق خلقونا اللعب. فطبعا لما يجي يعمل كده الحلول بقى ايه؟ ان احنا نلعب على الاطراف، نلعب اول حاجه يبقى في خلق مساحه، في سرعه في التمرين، حلول فرديه بقى اللي هي الحاجات السريعه عشان تقدر تضرب الفرقه اللي قدامك. ما ينفعش تمسك الكوره بقى وتفضل تفكر هلعب لمين ولا لمين، بيكون الدنيا اتقفلت. لا صحيح. التمرير السريع تحركات بدون كره وبالكره، اللعب على الاطراف، الكورسات، الحاجات اللي هي الفرق الناس اللي قدام تتحرك عشان يبقى في خلخله، يبقى في ثغره على الفرقه الثانيه. غير كده مش هتعرف تخترق. حتى التسديد عشان يجي لك فرصه وتسدد لازم تتهيأ كره لحد من نص الملعب يكون الاثنين اللي في النص فاتحين شويه اللي هم اللي طبعا. بيلعبوا قدامنا حد ياخدهم من اللعيبه بتاعتنا الاطراف ياخدهم على الطرف تحس ان في فجوه في الفرق اللي قدامك، انما لو قفله هتبقى مشكله. بس بقى بتعتمد على الكور الثابته، حاجات عرضيه، كرانين مثلا، الحاجات دي كلها بتلغي اي تكتلات لو عندك الهيدرز شريف او كهرباء. الحسبه مكعبله ومعقده وتحس ان في شطرنج بتلعب بين الاثنين مدراء فنيين اكيد، واللعيبه بطبيعه الحال يعني في فكر جامد بيحصل اكيد طبعا في شغل وسيناريوهات، كل واحد بيحط سيناريو هيشتغل اول 30 دقيقه بشكل مختلف. هلعب مثلا النادي الاهلي، النادي الاهلي مع مستر كولر بيلعب ال 90 دقيقه بشكل هو يعني من الناس التملي المدير الفني السويسري يعني الفكر السويسري الشكل ده بيشتغل هجوم مندفع من المباراه الاخيره ما بيفرقش هو بيلعب مين. حتى ما كان بيلعب ريال مدريد مش مشكله الاسم مين، انا النادي الاهلي بيلعب بشكل هجومي مندفع جدا
انا بعيب على دي في بعض الاوقات. يعني مثلا واحنا بنلعب مثلا الهلال السوداني هجوم 90 دقيقه بنهاجم والدنيا، بس جوايا قلق في المرتدات من المرتدات، جوايا قلق ان النادي ان هم يجيبوا جون وجات لهم كذا فرصه. لعيبه النادي الاهلي بتلعب في اتجاه واحد بس، ايه هو؟ اتجاه الهجوم، هكسب من اول دقيقه ل 90 دقيقه. لكن ده دي مشكله، لكن ده في مباراه مثلا معينه ممكن تكون مش موفق، ان الفرقه اللي قدامك موفقه في هجمه مرتده زي ما حصل مثلا المباراه اللي فاتت، يقدر يجيب جون ممكن يعقد المباراه. فانا اللي بطلبه او بتمناه في ظل ان انا بهاجم كده، لا لازم بعض الحذر شويه، يعني بمعنى بدل ما انا بهاجم الباكين على الطرف محمد هاني ومعلول، لا واحد بس اللي بيهاجم والتاني بيثبت والتاني ده احنا متعلمين كده. لا النادي الاهلي عندهم الدفاع، تلاقي هاني ومعلول رايح ونص الملعب طالع ومروان بس اللي واقف وسط المدافعين، في ساعات بنحس بقلق ان النادي الاهلي ممكن يجي فيه جون دلوقتي مع انك انت اللي بتهاجم. لكن بحس كده في وقت من الاوقات ان احنا في 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 هجوم زياده قوي، مفيش حذر، بيفرط الحته اللي مفيش مفيش حذر. فانا ده القلق بالذات في اللعب مع كابتن طارق العشري. طارق العشري بيستغل الهجمات المرتده كويس قوي، اتمنى ان احنا نخلي بالنا في النقطه دي كويس. الحته دي زي ما حصل في سان داونز عندنا هنا في مصر برضو، اندفعنا عشان عايزين نكسب ونجيب اجوان، عايزين نحسم من الدقايق عشان الماتش التاني. في حاجه غريبه حصلت، هقولها. الجون الثاني زي ما اتفضل، الجون الثاني في مرتد اللي هو جلايب التول ده، عايز ارجع لك بس نقطه مهمه جدا في انت كسبان 2-1. هو ساعتها عمل في اربع مهاجمين في الملعب، كسبان 2-1، فكان المفروض عندنا تغيير. كلنا واحنا قاعدين بنتفرج يا جماعه عايزين حمدي فتحي دلوقتي، حمدي فتحي دلوقتي، وعمالين نقول كده ليه؟ لان خلاص الملعب انت كسبان، خلاص قفل بقى، طلع واحد من المهاجمين دول ها وقفل نص الملعب، زود نص الملعب، هتعمل تكتل وخلاص والماتش يخرج على كده. لا فضل مكمل لغايه ال 90 دقيقه، لغايه مرتد علينا للاسف. صحيح، هي دي يا كده صح. طب احنا هنروح فاصل سريع ولسه هنرجع عشان مكملين مع حضراتكم. لسه الوقت، لسه ربع ساعه كامله، نروح فاصل سريع ونرجع نكمل. عودة من جديد لحلقتنا النهارده من الاهلي برمضان، اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. لسه منورنا الكباتن الكبار كابتن صديق الجمال وكابتن احمد عبد الفتاح، نجوم النادي الاهلي السابقين اللي منورنا ومشرفنا النهارده في الاهلي في رمضان. وهناخدهم دلوقتي مع كل حضراتكم لذكريات حلوه والايام حلوه من خلال صور حلوه، نسمع بقى يعني تعليقهم هم شخصيا. نبتدي مع كابتن صديق، ايه رايك؟ يلا بينا بقى، في صور كده احنا مجهزينها، وانتوا بقى اللي تعلقوا لنا بالنوستالجيا والذكريات الحلوه. الاهلي دوري 89. طب شايف الشنب؟ الشنب انت وعبد الجليل. الله، دي كانت كان الشعر حاضر يا كابتن صديق. والشنب دي كانت نهائي الدوري. هو انت فين يا كابتن صديق؟ انا هو جنب عبد الجليل، عبد الجليل تحت اهو. تحت يا نهار ابيض، ده الشنب حاضر، شنب صلاح ذو فكار، شنب حاضر، شنب صلاح ذو فكار. طب كابتن تهرب زيت، خلي بالك شنب المرحله ده. طب لا بقول لك على حاجه، الوقت ده كان الشنب ليه وزنه. ايوه فعلا. والله دلوقتي الناس بتكفر دماغها وبتحلقه كده. ده نهائي الدوري يا نهاوند، نهائي الدوري العام، كنا بنلعب الزمالك والحمد لله كسبنا 1-0 بهدف علاء ميهوب. عملنا مباراه كبيره جدا طبعا، كابتن علاء طبعا. كان موسم 88-89. وايه معانا تاني صور يا جماعه؟ ايوه ديت اللهم صل على، دي ماتش الكاس بتاع بالليل 88-89. التاني كان فيه كابتن ثابت، ده فيه كابتن شوبير اللي احنا كنا متعدين 1-1، وكابتن ربيع جاب جون في اخر المباراه، وكابتن طاهر جاب جون من ضربه حره مباشره من حوالي 35 يارد. اوه، دي كان بيعتبر كسبنا الماتش ده، خدنا بيه الكاس. جميل. الله عليك. ودي كان ماتش المولين، انت فاكر ازاي؟ كنت قاعد ما اي صوره ليها لا انا مش قادره اجمع ان نفس البني ادم نفس الشخص نفس اللاعب. سبحان الله. دي برضو دي المولين اللي بتاع الصوره اللي فاتت، كسبناهم في استاد القاهره. طب كل الذكريات اللي معانا احنا فزنا الحمد لله. الحمد لله. لعبت اربع ماتشات اهلي وزمالك ما خسرناش ولا مباراه الحمد لله. الله حلو ده. جميل. فبتوفيق ربنا يعني. دي كان مع المنتخب العسكري. وكان في استاد القاهره. ثابت الله يرحمه. الله يرحمه كابتن ثابت برضه. انا الاولاني بقى ده انا هون. لا خلاص بقى انا بقيت عارفه بقى خلاص. مفيش غروب شنب. اتعرفت عليه. كابتن ثابت. لا كابتن ثابت شنب. كابتن ثابت كان كابتن. الله يرحمك كابتن ثابت. شنب بقى في الفتره دي. بس عايز اقول لك على حاجه كابتن صديق، في لعيبه شكلهم هو يعني كابتن شوبير هو كابتن ثابت البطل ما اعتقدش اتغير كتير، بس حضرتك بني ادم تاني. ده طبعا ده حاجه كويسه جدا يعني. هو صغير. كل وقت هو احلويت مش هقول لا. ده انا خلاص بقى عجزني. مش هنختلف يعني بس.
الوقت السند ده كان واخد الوقت ده صح في البلد. مش مفتقد يا كابتن صديق ها موحشك. لا هو ريحني ما دلوقتي كله ما بيربيش شنب ليه لسه تقوم لا خلاص بص اعمل ازاي لا بقى بس كان ظابط الدنيا بس كان يخض المنافسين ده برضه ليه ليه هيبه ليه هيبه اقسم بالله الباك اللي كان بيلعب عليه كان بيخاف بصوا يا جماعه الجمهور ما شاء الله بس الملعب الجمهور دي ماتش الملعب هو الملعب زي ما كابتن احمد كان بيتكلم باين دي كسبنا 2-1 برضه ده بقول كده استاد القاهره بص بس الارض بص الملعب عامل ازاي بص الملعب عامل ازاي بص ارضيه الملعب عامله ازاي بص ارضيه الملعب بمناسبه كلامك عن ارضيه الملعب لسه بقول عين الواحد راحت اوتوماتيك ليها بس المنصوره كان فريق جامد جدا دي بقى من احلى الصور عندي ده مستر فايتسا نزلني بعد المباراه وسلم عليا على الخط ربنا يديك الصحه الالمان دول طبعا بيسلم من بعيد لان الماتش ده لعبت فيه ثلاث مراكز حاجه يعني انا مش عارف احييك بقى والله والماتش شغال يعني كابتن صلاح حسني ربنا يديله الصحه برضه ربنا يديله الصحه كان مدير الكوره ساعتها كان مدير الكوره مع كابتن طارق انا عارف طبعا صوره جميله مستر فايتس ده الاب الروح يعني واضح ان ليه ذكريات كتير بعد كابتن وسلامه طبعا طبعا طيب وكابتن احمد برضه معانا صور بقى يا خبر مفيش شنب اهو خالص فيليكس هو كان عاكس بقى كان عاكس بص انا عايز تركزوا بص الملاعب يتعرف ان هو باي ذا واي مفيش شنب بص الملاعب ده بص الجيل ده الجيل بتاعنا انا ووليد واحمد ايوب كان ناقصنا الرابع هادي خشب ده نجم سينما كنا في مرسى مطروح يا دوري العام ودي البطوله العربيه 95 ده كابتن رضا خدت دوري وكاس مع بعض انا دخلت دوري وكاس ده نفس الشكل بقى سبحان الله كابتن رضا ما اتغيرش كان عامل شعره ما اتغيرش خالص ده مستر هولمان هادي خشب اللي وراه وانا وياسر ريان يعني برضه كابتن هادي خشب كنا نفس الشكل كنا متبهدلين في الملعب خالص وفي مطر وكده وبص كان حتى كمان تحس ان احنا برضه من الناس اللي ما فيش اتنين يختلفوا على محبتهم كابتن ياسر ريان اكيد طبعا اكيد دي الفرقه بقى كابتن شوير وعمرو الحديدي وفيليكس ونجوم كبار طبعا انا اللي قاعد جنب ابو الدهب تحت أيوة بيني أيوة انا وياسر ريان بينهم ولي صلاح الدين على اليمين ايوه محمد يوسف اللي واقف محمد يوسف ودي برده حتى فيهم فيها احمد سامي كمان مدرب سموحه دلوقتي فيها جمال السيد وجمال السيد فوق اهو كابتن ابراهيم حسن ايه اللي بيجي في بالكم لما بتشوفوا نفسكم بقى في الوقت ده بتفتكروا ايه اكتر حاجه بص الصوره دي كابتن شبوري كنت كاس مصر ده حلو قوي كاس مصر 93 كنا خدناه من المحله لا من المحله بص انا عايز اقول كابتن شهور يلا بقى عشان عايز اخد الكاس هو كابتن فرقه برضو انت ايه يا عم يلا خلاص كرحنا كفايه نزل الكاس يلا بقى هات الكاس بقى خلي الميداليه معاك حاضر يا كابتن شوبي بتوحشكوا الايام دي ها الله يرحمه كابتن عبد اليمين احلى ايام احلى وقت اللعب دايما بتكلم مع لعيبه كوره اجيال مختلفه يقولوا لي احنا مهما عدت السنين الكوره بتوحشنا اللعب انا عايز اتكلم هنا على كابتن عماد اليماني من الناس الله يرحمهم يعني من الناس كل لعيبه النادي الاهلي عارفين مين عماد اليماني اللي على اليمين ده انا دلوقتي كان مدير اداري النادي الاهلي من الناس بقى اللي عشق النادي الاهلي الله يرحمه حاجه يعني من مهما اتكلمت عنه الله يرحمه يعني رحمه الله عليه من الناس اللي الواحد عمره ما ينساه هو مات تقريبا كام سنه ما كانش كبير لا كبير لا مات كبير كام تقريبا مات مثلا حاجه 70 سنه مثلا بس بس هو كان تعب هو شكله ما كانش كبير فتره كبيره تعبان كان في شغل في الاهرام مع كابتن حسن حمدي الله يمسيه بالخير بس جيل ما شاء الله لعيبه كبار طبعا احمد سيبر بص وليد صلاح الدين كان خاسس ازاي اول واحد على اليمين فوق هاني العقبي احمد سامي جمال السيد مصطفى كمال حديدي احمد ايوب كابتن ابراهيم حسن كابتن اسامه عرابي طبعا عرفت منين ابراهيم حسن اهو اول واحد على اليمين معروف لا لا ازاي لا ازاي غير حسام غير حسام ما انا بقول مش عرفت لا لا على طول سهله جدا الحلو بقى ان جيل 2006 الناشئين اللي كانوا بيلعبوا في بطوله زاد في ابراهيم وحسام وتوأم ايوه برضو عملت معاهم لقاءات برضو حاجه مسمين على كده هم مسمينهم على كده ولا سبحان الله اخذوا نفس او يعني يكون ليهم طبعا نفس المستقبل يعني بس حاجه حلوه ان اخذوا البطوله مع كابتن سيد غريب ده اول يوم دخل فيه رضا عبد العالي النادي الاهلي اول يوم اوكي بعد القصه الكبيره بقى اللي هي رضا عبعال والقصه الكبيره انه جه النادي الاهلي كان اول يوم داخل هو حتى لابس لبس لسه ما نزلش التمرين وحتى كمان كان مقلبز لسه بقى له فتره قاعد ولسه ما بداش فتره الاعداد اول يوم نزل رضا عبعال في النادي الاهلي رضا عبعال من اللعيبه الكبار جدا جدا في الملعب من الناس المهاريه غير طبيعيه عشان كده رضا عبعال لما بيجي ينتقد
ما تستغرب. بص هي الصوره اللي كنت بتكلم عليها التجمع اللي كنت بقول عليه حلو قوي دي. اللعيبه هي بقى اليوم الجميل اللي قضيناه. هادي خشبه اللي في لابس في الوش أخضر على طول. لابس ارض اخضر من تحت. كابتن عادل طيب لا اخضر فوق مش انا كابتن عادل حد يختلف على كابتن عادل طبعا. كابتن ابراهيم عبد الصمد جنبه والمجموعه بقى ما شاء الله يعني نجوم بقى في حياتهم دلوقتي كل واحد في مجال. ده اليوم الرمضاني الجميل اللي كان عامله مهندس تجميع جميل اكيد تجميع جميل. تامر حفني الفرقه الاكبر مني لكن دول بقى كابتن ياسر رجب كابتن شريف بيومي تامر الراعي موفق الباشا احمد سمير طاهر فنجل هادي ووليد احمد ايوب. احمد ايوب ساعتها بقى مدير فني الحرس الحدود كان عنده ماتش في الدوري وخسر ساعتها كنا متابعين عنا ايوب هعمل ايه خسر معلش بالتوفيق ايوب في الماتشات اللي جايه. كابتن سليمان مثلا مدرب حراس المقاولين مع كابتن شوقي غريب. فجيل انك تجمع المجموعه دي بقى كلها حاجه جميله طبعا. كان يوم جميل جدا بصراحه. ربنا يديهم الصحه وربنا يدي كابتن عادل طعيم الصحه طبعا. راجل جميل بصراحه هم توأمهم. ايوه كان دوري عام وبطوله عربيه. طب انا اقول لك اقول سهله جدا حسام لا على الشمال لا اللي ماسك الدوري شمالك انت شمالك انت شمال انا ايوه صح صح عيب بقى الاهلي يا بيه ايوه صح كده. بس السن ده اتعرفوا انما قبل كده صعب كان حد يعرفه كان صعب تعرفه. عايز اقول لك من اكتر اتنين في الدنيا يعشقوا النادي الاهلي. انا بقى وانا في استاد القاهره بس كان الملعب كان حلو سبحان الله يعني مصير. كابتن احمد نفس الشكل بس بقى ايه على اوسم شويتين ملاحظ لما بيكبر واحد لما بيكبر بيحلو شويه برضه كابتن شوبير مصاب بياخد الكاس سيبوني شويه كابتن شوبير يعني بجد الوقت بيجري وذكريات جميله مؤمنة. دي بقى دي قصه بقى انا هحكي لكم عليها بقى لا احكي لنا بقى ده مؤمن اول سنه ده كان عنده ساعتها 21 سنه مشي من النادي الاهلي ده بتيشيرت الانتاج الحربي انا أوكي. كنت ساعتها مدرب الانتاج الحربي الفريق الاول مع كابتن طارق يحيى وطارق مصطفى فقلت لكابتن طارق في ولد في النادي الاهلي اسمه مؤمن زكريا من اللعيبه المميزه جدا قال لي هروح اتفرج عليه كان اخر ماتش في الناشئين وقالوا النادي الاهلي مش هيسجله كابتن طارق اتفرج عليه وفعلا قال لي انا هجيبه لعيب كويس وفعلا مؤمن بدا ينزل يتمرن معانا فتره الاعداد يا كابتن صديق وجينا قبل طالعين معسكر لقيت كابتن طارق قال لي لا ده بيتدلع انا همشيه قلت له كابتن طارق ده لعيب كويس قال لي لا احمد لا مش عاجبني قلت له كابتن عشان خاطري قال لي لا طبعا كان لسه برده اول ما اشتغل مع كابتن طارق برده مش مقتنع بكلامي قوي انا من النادي الاهلي ومعاه كابتن طارق مصطفى كان جاي وانا كنت موجود في الانتاج الحربي فبرده لسه ما فيش ثقه بينا قوي ان هو فمشاه فعلا فقال لي طب بص قول له يجي لنا يوم كان عندنا مسافرين اسماعيليه معسكر قال لي يجي لنا يوم الثلاث هنلعب فرقه المريخ السوداني ماتش ودي قال لي خليه يجي يلعب معايا الماتش ودي ده انا عايز اقول لك عشان الموضوع ده نقله في حياه مؤمن مؤمن كانت ساعتها ممكن يبطل كوره خالص طبعا خالص صح مفترق طرق قلت له مؤمن تعالى مؤمن قال لي لا بعد الحركه دي مش هلعب تاني يا نهار ابيض قلت له مؤمن عشان خاطري انا بقول لك تعالى وان شاء الله هتبقى معانا فكان يوم الجمعه وكان الوكيل بتاعه سيد مرعي قلت له يا سيد حاول بس تقنعه المهم كلمني يوم الاثنين قال لي مش عايز يجي قلت له طب ادوني في التليفون المهم كلمني شوف بقى العند كان هياثر على مستقبله ازاي وكابتن طارق يحيى ما عرفش القصه دي خالص فالمهم قلت له تعالى بس بكره فجينا الماتش سيبك بقى كله كوم والماتش بقى يومها كوم تاني بنلعب المريخ اول ماتش ودي في فتره الاعداد المريخ السوداني وماتش صعب قوي كابتن طارق قاعد جنبي ومؤمن قاعد بره الماتش بدا وناقص 10 دقايق بقول له كابتن طارق نزل الولد مؤمن كابتن طارق لما يقعد يفكر يقعد يلعب في شعره كده فيفكر يلا يبص له كده يلا ده صغير قوي جسمه صغير مؤمن مش هينفع قلت له كابتن طب عشان طب نزله خلاص بقى انا قلت خلاص هيمشي خلاص نزله بس مجامله عشان الراجل جاي اسماعيليه فينزل بس كده والله العظيم زي ما بقول لك كده ففعلا قال لي خلاص قول له ينزل هو بيلعب اصلا نص الملعب قال لي خليه ينزل يلعب فيرود عارف اللي بيقضي وقت طبعا عشان بس ايه عشان هو عمل اللي عليه فالمهم نزل مؤمن ما عملش خالص في الماتش بس انا بقول له يا كابتن عشان خاطري انا بقول لك الولد ده كويس هو ما بيردش عليا خالص سبحان الله بعد المباراه خلصت لقيته راح لمؤمن انا مؤمن روح خد هدومك خلاص انت معانا الله اقتنع ازاي طيب كل شيء طبعا بعديها لعبنا الدوري راح لمؤمن قال له مؤمن عمل ماتشات ولا اروع يعني قال له يا مؤمن انا لو كنت مشيتك كنت ندمت عليك طول عمري طب حلو حلو ده حلو ده وبعد كده بقى
مؤمن خد سكه بقى ما شاء الله. انا اول مره اسمع القصه دي على فكره. القصه دي كابتن يحيى بيقولها في كل وقت يحكي على مؤمن. وحضراتكم بتتابعوا معانا الصور وكنا بنستعرض معاكم صور الكباتن كبار صديق جمال وكابتن احمد عبد الفتاح. انتوا شايفين معانا الصور لكن مش شايفينهم هم شخصيا كانوا عاملين ازاي، واللمعه اللي في العين كل واحد فيهم هو بيتفرج وبيعلق على الصور بتاعته، والابتسامه كده اللي فيها شيء من الحنين للماضي الحلو بتاع زمان. نورتونا وشرفتونا وكل سنه وانتم طيبين وباحسن صحه وحال يا رب. شكرين جدا. وكان نفسي بقى طبعا كنافه وقطايف بس ما شفناش. والله نفسي كان اكتر منه. والله كان لازم يبقى في وجه الجمهور حقيقي. شكرين جدا. كل سنه وحضراتكم بخير يا رب ودايما منورينا. كل سنه وانتم طيبين. امين يا رب. نشكر حضراتكم على متابعتنا اكيد النهارده انا وكريم في الاهلي في رمضان. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم، واكيد برضو يعني البرنامج مستمر مع زملائنا الاعزاء بالتناوب. مع السلامه، تصبحوا على خير.